مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من أيام البيت الكبير. إن شاء الله النهاردة فقرتنا تنال إعجاب حضراتكم. طبعا هنتابع من خلالها أخبار نادينا النادي الأهلي، استعداداته طبعا للمباراة المهمة جدا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي، عشان يأكد بإذن الله الأحقية الكاملة في الوصول للمباراة النهائية. لكن طبعا قبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة، بحب طبعا أرحب بسهام. مساء الخير يا سهام. أهلا بك يا كابتن هاني. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة في البيت الكبير، هنكون يعني مع حضراتكم استمرارا لمتابعة ورصد كل كواليس استعدادات فريقنا، فريق النادي الأهلي، لمباراة الإياب مع الوداد المغربي يوم الجمعة بإذن الله. النهاردة قبل ما ندخل في أي تفاصيل، نفكر حضراتكم بضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الفقرة الأولى كالعادة. كل يوم ثلاث هيشرفنا الناقد الرياضي عمر البنوبي، وكلام كتير جدا عن الوداد وعن اللايحة. لايحة النهاردة أنت بتتكلم عن موضوع مهم جدا مع عمر. البطولة الأفريقية بالنسبة للايحة الإنذارات والطرد واللوائح الجديدة، والإنذار اللي طلع على محمد الشناوي، لا ما حصلش عليه، لا حصل عليه. كلام ده كله هنتابعه بالتفصيل مع حضراتكم في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية مشرفنا الكابتن أحمد أبو مسلم، وتحليل فني بقى عن مواجهة برضو الوداد اللي هتقام يوم الجمعة زي ما قلنا. الفقرة الثالثة والأخيرة كعادتنا في كل يوم ثلاث، هنستقبل محمد فارس وأحمد أسامة في فقرة خط أحمر في البيت الكبير، علشان يعني دول بقى بنعتبرهم إيه، زي حائط الصد كده اللي بيدافعوا عن النادي الأهلي باستماتة. والنهاردة مشرفينا ساعة كاملة في يعني مع نهاية الحلقة بإذن الله. فدي بإذن بقى فقراتنا على مدار اليوم. نبدأ بقى في الكلام يعني الكبير. يعني طبعا الحقيقة طول الوقت احنا بنتكلم أنا وانت يا سهام، وطبعا فريق العمل، عشان بنحاول بقدر الإمكان نقدم يعني إعلام محترم ومحتوى يليق باسم النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. عايز كمان أقول إن يعني احنا لسه مستمرين أكيد الحديث عن مباراة الأهلي والوداد، لن ينقطع وإن شاء الله مش هنقطع لغاية بإذن الله ما قلت يوم الجمعة إن شاء الله نأكد ان احنا خلاص وصلنا للمباراه النهائيه ان شاء الله. انتوا عارفين المباراه هتقام يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. عجبني كمان جدا يعني كمان الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه بدايه مع نهايه مباراه الاهلي والوداد والاهلي في المغرب، عن ان كيفيه ان المباراه طبعا مباراه رائعه ونتيجه اكتر من رائعه، لكن الجزء الاهم اللي كنا بنتكلم فيه ان النتيجه ما تخدعناش، والنتيجة نتيجة كبيرة، لكن هي عبارة عن شوط واحد للوصول للمباراة النهائية. الشوط الثاني لسه هيكون في القاهرة. واتكلمنا مع ضيوفنا واتكلمنا من خلال أحاديث فنية مع نجوم كتير جدا، إن في يعني النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة موسيماني يعني كمان عندهم النقطة دي واصلة بشكل كبير جدا، وهم تقريبا اتكلموا فيها بشكل كبير بعد المباراة مباشرة. موسيماني اتكلم فيها في المؤتمر الصحفي، ان احنا بنقول احنا عملنا مباراة كبيرة، وكان الراجل يتمنى ان احنا نكسب اكتر من 2-0، لكن كمان بيقول لا احنا كمان عندنا شوط تاني لسه في القاهرة. وفريق الوداد زي ما اتكلمنا سهام، فريق محترم، فريق طبعا كبير، وانه قادر فعلا على العوده للمباراه. وانا بقول كده بناء على خبراتي كمان كلاعب، ان في مباريات كتيره جدا جدا بيكون الواحد مستسهله، لكن بتبقى المباراه صعبه، وده اللي وصل للجهاز الفني اكيد، ووصل للعيبه، وكمان وصل لمعظم الجماهير الاهلاويه اللي بتقول لا نخلي بالنا ان لسه طبعا لسه برضو المشوار ان شاء الله لسه له كمان خطوتين. الخطوه الاولى ان شاء الله يوم الجمعه التاكيد للوصول للمباراه النهائيه، والخطوه الاخيره ان شاء الله المباراه النهائيه. متفقه معاك جدا، متفقه معاك يا كابتن هاني في حته انه النهارده مفيش استجابه لا من النادي ولا مسؤوليه ولا من الجهاز الفني ولا موسيماني حتى، بان انت تاهلت للنهائي. خلاص الوداد فريق كبير وعنده القدره على انه يحقق اي نتيجه ايجابيه، علشان كده لازم نبقى عارفين كويس ان الشوط الاول بس هو اللي انتهى، والشوط الثاني بنتمنى ان احنا نحقق فيه برضو نتيجه ايجابيه. هيكون يوم الجمعه ان شاء الله في استاد القاهره، كلنا ثقه في امكانيات لعيبه الاهلي وروحهم القتاليه وادراكهم لخطوره وقوه المباراه دي. والحقيقه عجبني جدا برضو انه يعني وبقولها تاني، عقلانية موسيماني وعدم انخداعه يعني انه بإفاز خارج ملعبه بثنائية نظيفة. الكلام ده يمكن هو بيأكده أكتر من مرة للعيبة، انه التأهل لم يحسم بعد، وان الشوط الثاني من المباراة ساعة
صعب في القاهرة، وكرة القدم مجنونة لا تعطي لمن يحترمها ويحترم المنافس ويتواضع عند الفوز. أنا دايما الحقيقة بردد ده، إنه الكورة دايما غير متوقعة، فإحنا يعني ما نقولش وما نرتاحش قوي وما نفرحش قوي. احنا هنلعب بثقة ونحترم الخصم جدا، وزي ما قلت دايما التحضير قبل المباراة بيبقى تحضير على مستوى عالي جدا، وده شفناه قبل مباراة الوداد الأولى، التحضير كان على مستوى عالي جدا. كمان عايز أطمن جماهير النادي الأهلي إن التحضير لمباراة يوم الجمعة إن شاء الله كمان على أعلى مستوى، التحضير هايل جدا جدا، واللعيبة كلها الحمد لله يعني عندها نوع من الثقة ونوع من الهدوء، ولكن كمان نوع من احترام الخصم ونوع من الإصرار إن شاء الله إن احنا نوصل للمباراة النهائية. يعني خلينا نتكلم بكل عقلانية، النادي الأهلي تقريبا حط رجليه على المباراة النهائية، لكن إن شاء الله المباراة مهمة، المكسب فيها كمان مهم، المكسب مهم، لان كمان ممكن الناس تتكلم طب نتعادل او التعادل ليه؟ لا، احنا النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكسب بره ارضه وكمان يكسب جوه ارضه، ان شاء الله لازم نكسب المباراه ديت بشكل كويس واداء يطمننا للمباراه النهائيه ان شاء الله، ويكون يعني كمان استعداد للمباراه النهائيه ان شاء الله، ايا كان طرف المباراه النهائيه هيكون ايه. طبعا كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك، كمان هو حقق نتيجه ايجابيه في فوزه على الرجاء 1-0، نتمنى له طبعا التوفيق في مباراه العوده. خلينا نروح لاخبارنا يا سهام، والكابتن محمود الخطيب زي ما كنا بنتكلم عليه ان هو كمان يعني احنا عندنا 2 جمعيه عموميه، الكابتن الخطيب النهارده بيعمل جوله تفقديه في نادي الجزيره لمتابعه اعمال التطوير والانشاءات، ده ضمن الخطه الانشائيه اللي وضعها مجلس الاداره وكنا اتكلمنا عليها هنا في البيت الكبير. طبعا الكابتن الخطيب كان في مرافقته عمل جوله كان موجود في ملعب في الشيخ زايد وكمان في مدينه نصر، كان معاه طبعا خالد الدرندلي ده طبعا امين الصندوق، وكان معاه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، وكمان طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل ده المستشار الهندسي. طبعا كابتن الخطيب بيحرص دائما على تفقد الاعمال والتطوير، تطوير البوابه الرئيسيه، وبيتعرف على التفاصيل الخاصه بالعمليه الانشائيه، وكمان مهم جدا بالنسبه لمجلس الاداره وكابتن محمود الانتهاء منها في اوقات اللي هم اعلنوها، لان ده برنامج ومحطوط باجنده ميعاد معينه لازم تخلص فيه برنامج عائله الاهلي طبعا. بالظبط. فكمان عايز اقول لك يا سهام ان الكابتن الخطيب يعني ما شاء الله عليه يعني، ومجلس الاداره كله يعني كلهم نشاط، وكلهم من صحيح. كابتن من المغرب بيرجع على الانشاءات في مدينه نصر، وبيروح الشيخ زايد، والنهارده موجود في الجزيره، فمجهود كبير جدا بيقوم مجلس الاداره طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لم يهدأ منذ عودته من المغرب كابتن محمود الخطيب، زي ما حضراتكم شايفين امبارح كان في فرع مدينه نصر، كان بيتفقد الاجواء هناك، والجراج اللي هيتم خلاص في خلال 6 شهور قلنا انه هيساعد تقريبا ما يقارب ال 100 سياره. النهارده في الجزيره زي ما انتم شايفين الاعمال الانشائيه بيشوفها مهندس خالد الدرندلي اهو كمان في الصوره، انشاء صيدليه كمان هتكون جوه النادي علشان طبعا تخدم اعضاء الجمعيه العموميه، وزي ما انتم شايفين يمكن ده جزء حتى من دي ده جزء يعني من الانشاءات الجديده اللي بتتم داخل الفرع في التتش، طبعا تطوير مدرجات التتش الجديده. النهارده كمان كان يمكن وبيرافقوا طبعا العميد محمد مرجان والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي، كان الكابتن الخطيب بيختتم جولته بانه تفقد اعمال التطوير زي ما قلنا لحضراتكم جميع الانشاءات الاعمال الانشائيه وفقا للخطه الزمنيه اللي هم وضعوها في البدايه خالص من وقت ما جم لتولي اداره او مسؤوليه النادي الاهلي عشان يخدموا الاعضاء وينتهوا من عمليات الانشاء والتطوير اللي وعدوا بيها أعضاء الجمعية العمومية في التوقيتات المحددة ليها. فالحقيقة كابتن محمود يعني راجل من خلال الصور دي مش محتاج كلام كتير انه عاشق للكيان، راجل مخلص بيحاول الحقيقة انه يبذل كل ما يعني ما لديه علشان يوفر كل السبل طبعا صحيح. لراحه اعضاء الجمعيه العموميه. وزي ما بكلمك يا سهام كمان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي او اعضائها هم يعني المنتمين الى كل الفروع، اذا كان فرع زايد واكتوبر
الجزيره، وان شاء الله قريب هيبقى التجمع الخامس. يعني كابتن خطيب كمان مش ناسي ديت، وزي ما بنقول الجماهير الاكبر والشعبيه الاكبر للجمعيه العموميه اللي خارج الانديه، خارج فروع النادي الاهلي، ومتابعه كابتن الخطيب او مسؤوليته عن ملف كره القدم ده كمان جزء كبير جدا 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 من الاهتمام بيه على بشكل اكتر من رائع. شفنا دوت من خلال تواجده مع البعثه وتواجده مع اللعيبه في الملعب وفي المحاضرات وفي حتى وهم بيتناولوا الاكل. فعايز اقول ان المجهود اللي بيتعمل من مجلس الاداره اعتقد مجهود واضح جدا جدا للجمعيه العموميه، اذا كانت داخل جدران النادي الاهلي المتمثله في الثلاث فروع في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وكمان على مستوى الجمعيه العموميه الاكبر اللي هو جماهير النادي الاهلي المهتمه اكتر بشان كره القدم واهتمام مجلس الاداره بملف كره القدم. والحمد لله لغايه دلوقتي ماشيين بشكل اكتر من رائع، وصول ان شاء الله للمباراه النهائيه في البطوله الافريقيه، للحصول على بطوله الدوري، لسه موجودين في الكاس، اختيار موسيماني في وقت اكتر من رائع. فكل ديت انا شايف انها نجاحات لمجلس ادارتنا على مستوى الانشاءات للجمعيه العموميه اللي داخل جدران واسوار مقرات النادي الاهلي، وعلى مستوى الجمعيه العموميه الكبيره مشجعي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. بصراحه في تطوير بيتم وفي حاجات جديده بيتم استحداثها مره اخرى. بنتكلم هنا عن المستوى، يمكن على المستوى الخدمي بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله، وعلى المستوى الرياضي زي ما انت تحدثت، واختيار موسيماني في التوقيت ده راجل عنده التجربه والخبره دي في افريقيا، فده مهم جدا. وبمناسبه واحنا بنتكلم عن الكوره بقى، فنروح بقى لاخبار النادي من حيث الكوره. اكيد طبعا، للجمهور ولكل الناس مستنياه بقى، يعني منتظرين طبعا اخبار النادي الاهلي وكواليس الاستعداد. يعني النادي الاهلي طبعا احنا عارفين بعد رجوعه من المغرب خد راحه لمده 48 ساعه، النهارده بيستأنف تدريباته تاني، واكيد كلنا منتظرين او بنتابع بشغف كبير جدا اخبار الفريق، ايه احواله، ايه النهارده التدريبات بدات بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق طبعا زي ما قلت لمده يومين بعد ما رجع من المغرب، كلها كانت تدريبات خفيفة بقياده طبعا موسيماني، وكان بيركز فيها موسيماني على تدريبات الكوره. دايما خلينا نتكلم برضو ان دايما بعد فتره اجازه شويه بيبقى التمرين متوسط، من الحمل بتاعه متوسط فوق متوسط، بيعمل بعض الريفريش يعني للعيبه، بيكون في تعليمات خططية بشكل معين، بيأكد كمان على بعض الأخطاء اللي حصلت في مباراة الوداد بيركز عليها إن شاء الله ما تحصلش. وكمان عايز أقولك حاجة مهمة جدا، إن كمان من الطبيعي كان النادي الأهلي بيعسكر قبل المباراة ب 24 ساعة، لا ده النادي الأهلي من بكرة إن شاء الله عنده معسكر، يعني قبل المباراة ب 48 ساعة. احنا عارفين إن شاء الله المباراة يوم الجمعة، فكان من الطبيعي إن الأهلي بيلعب أو بيتمرن يوم الخميس الساعة 5 بعد الظهر، وبعد التمرين بيروح لمعسكره. لا ده كمان اعتقد ده بيدي كمان إشارة مهمة جدا ان المباراة مهمة، واحنا عايزين نخش المعسكر من بكرة وبنقفل على نفسنا كويس قوي وبنركز كمان، لان التركيز في المعسكر بيكون اكتر يعني حدة، وده اعتقد شيء مهم جدا وشيء ايجابي انك كمان انت تكون اكثر جاهزية بالظبط، انك بتدي انطباع كمان للعيبة، لا ده احنا كمان هنروح المعسكر يوم بدري عن الميعاد بتاعنا عشان نركز اكتر، عشان ناكد ان شاء الله وصلنا للمباراه النهائيه. ده شيء يعني يحسب للاداره الفنيه بقياده موسيماني. طبعا النهارده كمان يمكن شايفين التدريبات دلوقتي، والنهارده مروان محسن تحديدا مهاجم الفريق كان بيأدي برنامج تأهيلي على هامش مران الفريق اللي كان النهارده بالليل على ملعب التتش. كان مروان بيشتكي شويه من اجهاد في عضله السمانه لما شارك في المباراه الاخيره قدام الوداد اللي طبعا كانت يوم السبت اللي فات في ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. النهارده مروان كان بيقوم ببعض الفقرات التأهيليه تحت اشراف الجهاز الطبي في النادي علشان يعود مره اخرى ويشارك في المران الجماعي مع طبعا بقيه اللعيبه. كمان لو رحنا لاخبار محمود كهربا احنا عارفين النهارده يعني انضم للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، ده كان برضو شيء مهم جدا النهارده انضم كهربا لتدريبات الفريق اللي كانت في استاد التتش طبعا لاستعداد المواجهه الوداد ان شاء الله يوم الجمعه. وزي ما اتكلمنا يمكن كنا بنتابع ان كهربا
في يمكن الايام الاخيره كان بس بيتابع التاهيل العلاجي، بيلف حوالين الملعب بشكل فردي، بيخش الجيم لوحده. لا، النهارده نقول ان كهربا بدا يخش بشكل جدي جدا مع التدريبات الاساسيه للفريق، واعتقد ان هو ده شيء ايجابي جدا. واعتقد هو احنا عارفين طبعا كان عنده شد في العضله الخلفيه شويه، دي طبعا كان في مباراه بيراميدز، وكان بعد مباراه بيراميدز بقى بيتاهل على المستوى التاهيل البدني، على المستوى التاهيل الطبي، لكن وكمان كان في المغرب ما اشتركش في تدريبات أساسية مع الفريق. النهاردة كهربا بيخش مع الفريق تدريبات الجماعية بشكل كامل بشكل كبير جدا، ده بيأهله إن شاء الله أنه يكون موجود أكيد في القائمة، وبإذن الله يكون له دور. يعني احنا عارفين أن كهربا كمان من اللعيبة المميزة جدا، واشتراكه في المباراة على حسب طبعا رؤية المدير الفني، اشتراكه من بداية في وسط المباراة في نهاية المباراة، لكن أهم حاجة أنه جاهز وبدنيا الحمد لله، دخل النهارده التدريبات بشكل اساسي، وان شاء الله يكون ليه دور ان شاء الله في التاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله. النهارده كمان برضو من الاخبار المهمه انه لعيبه الاهلي بكره باذن الله هيجروا المسحه الطبيه قبل ماتش الوداد يوم الجمعه. تفاصيل الخبر انه لاعبي الفريق والجهاز الفني بكره عندهم مسحه طبيه على هامش ميران الفريق، وفقا طبعا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الافريقي لكره القدم اللي بياكد على ان انت تجري مسحة طبية قبل أي مباراة رسمية طبعا ب 48 ساعة. دي مهمة جدا. النهاردة كمان كان في خبر عن إصابتين بينضموا لست حالات في الرجاء، فطبعا ربنا يستر، واهم حاجه طبعا صحه الجميع طبيعي. ف يعني نتمنى لهم السلامه اكيد يعني فريق الرجاء. لكن خلينا نتكلم على فريق الوداد وبعثه فريق الوداد المغربي وصلت النهارده القاهره. كان النهارده العصر وصلت بعثه فريق الوداد طبعا استعدادا لمواجهه النادي الاهلي في الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية. تواجد أكيد إداري النادي الأهلي في المطار لاستقبال البعثة بشكل جيد جدا، بيسهل كل إجراءات الخروج. الأهلي زي ما احنا عارفين بيستعد طبعا لمواجهة الوداد، كمان إدارة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي حريصين كمان إن هم يتواجدوا في استقبال بعثة الوداد، بيسهلوا كل الأمور بالنسبة للتأشيرات والخروج بشكل مباشر، التوجه مباشرة إلى فندق الإقامة، كل وسائل الراحة. وإحنا كمان إحنا بنشكر كمان كل من ساهم في راحة بعثة النادي الأهلي هناك، كمان ده الدور علينا إحنا كمان هنا في مصر إن إحنا نقوم بنفس الواجب، لأن هو دوت البروتوكول وهو ده الطبيعي. فريق عربي شقيق موجود معانا، فإن شاء الله يعني بنسهل له كل الامور، وبتبقى ال 90 دقيقه هي زي ما بنقول كده هي المنافسه الحقيقيه داخل الملعب ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انت بقى بتقول كده وبدأ قلبي بيدق. لا ان شاء الله خير، ما تقلقيش. لا والله العظيم، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله كلنا ثقه ومعولين يعني عليكم جامد جدا لاعبتنا باذن الله. النهارده وخبر مهم جدا ان اداره النادي الاهلي تتلقى خطاب من الاتحاد الافريقي بياكد فيه على اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه اللي شهدتها مباراه الذهاب بين الاهلي والوداد في نصف نهائي بطوله افريقيا. بخصوص الشان الاعلامي، هيسمحوا للمنسق الاعلامي لكل فريق النهارده والمصور الخاص بكل نادي فقط واحد بس عشان يحضر المباراة طبعا وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من كاف النهاردة في هذا الصدد بسبب الظروف الطارئة علينا الخاصة بمواجهة كورونا. فالنهاردة الكاف بيحدد في خطابه اللي بعته للنادي الأهلي الإجراءات الخاصة دي بالمباراة. فيما يتعلق بالشأن الإعلامي هنقولها لحضراتكم طبعا بالترتيب كده، إنه عدم حضور أي إعلامي أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامي والمصور التابعين للنادي فقط لا غير، يعني واحد مصور وواحد منسق إعلامي، واحد من كل ناحية. النهاردة كمان الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق، عايزة أقول لكم أن المنطقة الصحفية اتلغت خالص، الميكس زون اللي في الملعب دي اتلغت خالص، اللقاءات قبل وبعد المباراة بس، ده برضو ضمن حقوق كاف والقناة الناقلة للمباراة. المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة بيكون طبعا مرئي عن طريق الانترنت، مش هيحضروا أي إعلامي ولا أي مراسل ولا أي حد في المجال الإعلامي هيكون حاضر. ده طبعا شيء يحترم من الاتحاد الأفريقي أنه بيحافظ على الشكل العام وبيحاول يحقق مش الشكل العام على يعني الناحيه الطبيه، لان ده مهم جدا، لان زي ما انت قلتي بدا كمان بعض اللعيبه في الرجاء بيبقى عندهم
اصابات ده برضه هنتكلم عليه، لكن ده طبعا بروتوكول الاتحاد الافريقي حاطه، لان ده شيء مهم جدا جدا ان يوصل لسلامه اللاعبين وسلامه الاداريين وكل المنظومه اللي موجوده داخل ان شاء الله استاد القاهره، انه يكونوا بصحه جيده باذن الله ان شاء الله، يكون على اعلى مستوى كمان من حيث الاجراءات الطبيه اللي بتطبقها مصر ووزاره الصحه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه. ده مهم جدا ويطبق على الجميع. اخبارنا انتهت، هنروح لفاصل سريع ونبدا بعد اول يعني فاصل حواراتنا مع الناقد الرياضي عمر البنوبي في ضيافه زميلي العزيز كابتن هاني رمزي. اهلا بحضراتكم، الفقره الاولى من البرنامج البيت الكبير دايما يوم الثلاث في بقى فقره منتظرينها وانا كمان ببقى منتظرها مع الناقد الكبير عمر البنوبي. مرحب بيك يا عمر. اهلا بيك يا كابتن، نورنا في يوم اللي مسميه الثلاث الكبير في البيت الكبير. الثلاثاء الممتاز حاجه كده من ريحه البريمير ليج. بالظبط. ايه اخبار حضرتك؟ منورنا ودايما بتشرفنا وبتكون يعني فقره مميزه جدا. النهارده يعني عندنا كذا محور نتكلم فيه، اكيد محور مباراه النادي الاهلي والوداد نبدا فيه. شفت المباراه ازاي؟ شفت الشكل الفني ازاي؟ ردود الافعال كمان لسه هنتكلم عليها، اذا كانت ردود افعال بعد المباراه على طول او من خلال الصحافه. خلينا نتكلم على رؤيتك لمباراه الوداد والاهلي في طبعا في المغرب. يعني مباراه ذهاب ووجود نظام الذهاب والاياب مره ثانيه في البطوله، في حين ان الكونفدراليه بتتلعب من دوره مجمعه من دور واحد. اعتقد انه حساباتها الفنيه بتختلف، المدرب كمان انت الوضع ما بين الاهلي والوداد، انت عندك مدرب جديد، الوداد بيستعين بمدرب كان موجود عنده يعني كبديل ومسكه الفرقه. المواجهه نفسها بعد انتهاء الدوري المغربي خساره الوداد، لكن كمان موقف النادي الاهلي انه يستعيد شخصيه البطل. الاهلي استعاد شخصيه البطل بانه بيلعب سيمي فاينل وخارج ارضه وفي ظروف برضه صعبه، ظروف الكورونا صعب على كل الفرق، انت بتبقى برضه مشدود عصبيا قلقان البي سي ار كل شويه علشان تطمن على فرقتك. انت تأدي الاداء الكبير ده، تقدر ان انت تحسم المباراه بدري، تقدر تاخد من المباراه اللي انت عايزه تحقق نتيجه ايجابيه، مش بتفوز 1-0 انت بتفوز 2-0، كان عندك فرصه كمان انك تزود الاهداف. اعتقد انه الاهلي حقق افضل نتيجه في مباراه الذهاب بره ارضه قدام منافس عريق وفريق كبير له جماهيريه كبيره في المغرب، من الفرق كمان اللي خدت البطوله دي قبل كده وكانت قدمت مستويات كويسه. اعتقد انه كمان يعني موسيماني اجاد في المباراه دي، كل اللاعبين اجادوا، مجلس اداره الاهلي نفسه نقدر نقول انه اجاد، انه تواجد برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس للبعثه، موجود مع الفرقه هناك في المغرب. اعتقد انه ده برضو يفرق كتير معنويا مع كل عناصر المنظومه اللي موجوده في الفريق. فاعتقد انه الاهلي حقق افضل نتيجه ايجابيه كان ممكن يحققها من مباراه الذهاب. التحضير، اعتقد برضو موضوع التحضير للمباراه كان بيبقى شيء مهم جدا، وشفنا التحضيرات وهنا في البيت الكبير كنا بنتابع كواليس تحضيرات المباراه، وكان قد ايه للتحضيرات بتبقى على المستوى طبعا الفني من خلال موسيماني هكلمك عليها التحضير دوت، وكمان على مستوى التحضير الاداري من خلال كابتن سعد عبد الحفيظ واهتمامه بمكان الاقامه ومكان التدريب، كل الامور ديت. بس خليني اخد جزء الاكبر ان هو استعدادات على المستوى الفني. شايف الاربع مباريات اللي خاضهم موسيماني مع النادي الاهلي قبل مباراه الوداد ساعدته بشكل كبير جدا على ان هم يضع سيناريو متزن وسيناريو يناسب المباراه؟ اعتقد انه ده حصل. يعني هو برضو موسيماني اخذ فرصه انه يجرب اللعيبه كلها، انه يشوف العناصر الاساسيه والبدلاء بتوعهم واللي يقدر يعتمد عليهم خلال لقاء السيمي فاينل، لان هو الهدف الاكبر السنه دي بيتسو موسيماني جه على دوري محسوم، هو في النهايه بيشارك فيه بانه بيقود باقي المباريات علشان يشوف اللعيبه، لكن هو تركيزه الاكبر اكيد كان على مباراه السيمي فاينال. اعتقد ان المباريات الثلاثه اللي لعبها والنتائج الايجابيه اللي اتحققت وانه ما بيخسرش وانه تجربه جديده عليه برضو ان هو جاي من دوري جنوب افريقيا للدوري المصري، الفرق كبير جدا فنيا، الفرق عالي قوي. ممكن الفرق الكبيره في جنوب افريقيا عندها لعيبه على مستوى وبتقدر تقدم مستوى وبتنافس وعندهم بطوله كاس الثمانيه الكبار وعندهم منافسات، هو قدر انه يحسمها كلها قبل كده مع صن داونز، لكن الوضع في الدوري المصري مختلف. جه على دوري محسوم لكن في النهايه التجربه جديده، فانه يجيد في مباريات الدوري ثم بعد مباريات الدوري يقدر انه يحسم ذهاب السيمي فاينل، ده هايل. النقطه الاهم كمان تصريحات بيتسو موسيماني بعد المباراه. طبعا قبل المباراه هو يجيد جدا تصريحاته في انه بيدي احترام للمنافس، بيعمل تخدير للمنافس، دي هو استاذ فيها قوي، لكن كمان الاهم تصريحاته فيما بعد المباراه.
بعد المباراه موسيماني اتكلم عن انه انا مبسوط ان احنا كسبنا، لكن انا كنت عاوز ان احنا نكسب بثلاثة او اربع اهداف كمان طالما ان الفرص كانت متاحه. فاعتقد انه الكونسبت ده لما يكون موجود عند مدير فني النادي الاهلي فهو ده الاهم، لانه انا ما بحبش المقارنات بتاعت مانويل جوزيه وريني فايلر ومارتن يول، ما فيش مقارنات، كل تجربه ولها ظروفها، وكل مدرب بيجي شخصيته عنده شخصيته وعنده فنياته وعنده الحاجات اللي بيشتغل عليها، والعوامل اللي حواليه هي اللي بتساعده. دايما النادي الاهلي بيوفر لاي مدرب عوامل النجاح، المهم المدرب يكون موفق فنيا ويكون هو اصلا على مستوى النادي الاهلي، ومفيش مدرب بيدخل النادي الاهلي بيكون اقل من مستوى النادي الاهلي. فاعتقد انه لما قال انا كنت عاوز اكسب بثلاث او اربع اهداف، ده معناه ان هو عنده عقليه الفوز وعقليه كمان ان هو ما يبقاش اي فوز وخلاص، انا مش خايف، انا فريق نادي الاهلي وبقدر اهاجم بره ارضي زي ما اكون هلعب جوه مصر، مفيش عندي مشكله. شفنا هجمات كتير، شفنا فرص لحسين الشحات وفرص مختلفه كتير في المباراه، وكان ممكن تحسم بعدد اهداف اكبر من 2-0. فاعتقد انه المستوى التحضير وعلى مستوى كمان ما بعد المباراه، موسيماني اجاد 10 على 10، اللعيبه نفسها اجادت، يعني كل اللعيبه ادت ما عليها. يعني لو اتكلمنا على اللعيبه، طبعا موسيماني زي ما انت قلت على مستوى التحضير قبل المباراه ادى بشكل رائع، احترام للخصم بشكل كبير جدا، وانت زي ما بتقول بيخدر يعني الخصم بشكل واحنا متعودين على التصريحات دي امام ما كان ماسك حتى سان داونز، وكان بيتكلم حتى على النادي الاهلي نفسه، لا احنا اقل من النادي، يعني عنده شخصيه مميزه شويه وتصريحاته. واللي عجبني فيه كمان حتى بعد المباراه ما تحسش ان نتيجه كبيره، ونتيجه كان هو يتمناها بشكل كبير جدا، لكن ما كانش عنده فرحه زياده، يعني راجل متزن كمان في فرحته، لان عارف برضو ان لسه المباراه الثانيه. على مستوى اللاعبين يا عمر، كلهم زي انت بتقول ادوا بشكل جيد جدا، لكن دايما بيبقى في محاور للفوز، تفتكر مين كان من اللاعبين مميز او سوبر ستار في هذه المباراه؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا اتكلمنا الحلقه اللي قبلها عن ايه التشكيل الانسب اللي ممكن يبدا بيه موسيماني، يمكن هو ما اختلفش معانا غير في انه فعلا عمل اللي حضرتك قلته، ان محمد هاني هو الباك رايت مش احمد فتحي. محمد هاني اجد، لكن انا شفت ايمن اشرف كان رائع جدا في ادائه في المباراه كلها. محمد الشناوي طبعا لا خلاف على دوره، وجميع اللاعبين كانوا في مستوى جيد جدا. ممكن انهاء الهجمه لسه محتاج شويه شغل، لكن برضه ما تقدرش ان انت تلوم على لاعب في مباراه زي دي. يعني المباراه اللي زي دي انت تحت ضغوط من قبل المباراه، عندك هدف ان انت عاوز تاخد بطوله افريقيا، فبتفكر ماتش بماتش ان انا عاوز اكسب النهارده، ممكن تضيع فرص لكن نتمنى كمان يبقى في يعني دقه اكتر في انهاء الهجمات الفتره اللي جايه. لكن على مستوى اللعيبه اعتقد انه لقطه حتى محمد الشناوي والتصدي لضربه الجزاء اللي جت للوداد حسبت للوداد، ومن واحد من اخطر لعيبه الوداد هو بديع اوك، اعتقد انه ده نقطه تحول اصلا في المباراه. الحكم كان ممكن يدخل الوداد اللعب في اي وقت، وبعد الكره دي تحديدا، يعني لو ضربه الجزاء دي ما كانش وفق فيها محمد الشناوي واجاد فيها كان يعني السيناريو هيتغير شويه، سهله انه الوداد يدخل المباراه مره ثانيه، خصوصا انه بيلعب على ارضه. فاعتقد انه انت لما بيكون عندك حارس مرمى كبير فهو يعني عنصر قوه وعنصر امان للفريق بتاعك، فاعتقد كل اللعيبه اجادت، لكن شويه انا شايف محمد الشناوي طبعا يجي رقم واحد، ايمن اشرف في ادائه والتزامه وانضباطه في الملعب والروح العاليه اللي بيأدي بيها اعتقد انه برضه يستحق الاشاده بيه، مع باقي اللاعبين طبعا قفشه وغيره وغيره. طبعا يعني زي ما انت بتتكلم على مستوى الدفاع طبعا الشناوي، واعتقد كل اللعيبه ادوا بشكل كويس، لكن كمان ايمن كان في ميزه كمان ان هو بيقطع كويس وبيسلم كويس، كان عنده هدوء في انه كمان. انت عارف موسيماني من المدربين اللي بيحبوا يبنوا من تحت، يعني بالظبط مفيش سرد باك يقطع الكره ويطفش بلغه الكره يطفش الكره، لا لازم الكره السرد باك لو قادر يقطع الكره ويسلم بشكل كويس، وده شفناه في ايمن. ياسر ابراهيم قدم، يمكن كان فيه اهتزاز شويه في اول 10 دقائق، لكن مع دخوله يعني دخوله المباراه بقى بشكل جيد جدا. بس اكلمك برضو على واحد كان مهم جدا ومحور اساسي، مجدي قفشه. مجدي قفشه من اللعيبه اللي انا كنت شايف انها في المباراه هي اللي عملت الفارق مع الشناوي، يعني هي شفت انت ازاي، ونتناقش في الاسلوب الفني، يعني شفت يعني ازاي قفشه. اقول لحضرتك ان محمد مجدي قفشه ظهرت في يعني ظهر تركيزه العالي قوي في كره الهدف، انه انت بتقطع كوره وبتضغط كمان من يعني من نص ملعب الوداد، مش بتضغط في نص ملعبك، انت ضغط متقدم وبتقدر ان انت تستخلص كوره توصل بهدوء اعصاب ان انت تسجلها هدف في بدايه المباراه، ده مش سهل، ده معناه ان اللعيب ده في اقصى يعني في اعلى درجات التركيز الذهني، ذهنه حاضر مركز عارف هو بيعمل ايه. اعتقد ان دي شخصيه اللعيب اللي يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، دي شخصيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي، لانه في لعيبه كتير في مواقف زي دي ممكن ما تحسنش التصرف،
لكن محمد مجدي قفشه اجاد في المباراه دي كمان. هو من ناحيه الاداء الدفاعي كان عالي جدا، من ناحيه الاداء الهجومي كان عالي جدا، اعتقد انه قدم واحده من افضل مبارياته منذ انضمامه للنادي الاهلي. وهو كان برده فعلا زي ما حضرتك قلت محور لعب، لان موسيماني مش بيلعب كور طويله ولا هيلعب بالكره العشوائيه، لا انت هتبني الهجمه من عند حارس المرمى وعلى الارض لحد ما توصل للمنافس بتاعك، او لو الكره مش معاك فانت بتضغط ضغط متقدم وبتعمل الضغط العالي زي ما بيسموه علشان تقدر ان انت يعني تغلط المدافعين بتوع الفريق المنافس بتاعك، ونفس الوقت ما تديلوش فرصه ان يدخل نص ملعبك. طيب ده ما بتقدرش تعمله 90 دقيقه، ما فيش فرقه تعمله 90 دقيقه، لكن لما يكون عندك لعيبه مركزه تقدر في كوره زي في اول مباراه دي انك تخلص الماتش، خاصه ان اول المباراه كمان انت عايز توصل احساس للفريق اللي قدامك ان انا جاي اضغط من قدام، اكيد اول خمس دقائق وبعدين هترجع تلتين ملعب. ده يعني بيه المدرب، وده ظهر في من خلال يعني مش هقول اول خمس دقائق، اول سبع ثمان دقائق عشر دقائق حتى احرزنا الهدف كان في تقدم واضح جدا ان قفشه بيضغط من قدام على السردباك، كان في حسين الشحات بيضغط ناحيه الشمال شويه، كان اجاي بيضغط ناحيه اليمين، كان في شكل للضغط بشكل جيد جدا. وزي ما بقول لو مجدي قفشه ما عندوش الحته ديت وورا بس 10 متر والسرد باك غلط ما كانش حتى هيلحق الكوره، هتبقى يعني صعبه خلاص، خلاص مش هتبقى يعني هجمه، مش هتبقى هجمه، هتبقى فرصه خالص، مش هتبقى فرصه ولا هتبقى هجمه، انت هتبقى قطعت كوره او بتحاول ان انت تعطل اللعب. لكن النتيجه كانت واضحه، انا شايف انه يعني تقييم لكل اللعيبه وتحديدا مجدي قفشه وغيره، اللعيبه كلها كانت كويسه، واتمنى انه كمان في مباراه العوده نفس الاداء بنفس القوه كمان على ارضك يكون. طيب الوضع مباراه مختلف. العوده وبيبقى سيناريو مختلف تماما، انت كسبان 2-0 وعندك نوع من انواع الثقه شويه، شايف السيناريو المناسب لاداء مباراه ان شاء الله مباراه يوم الجمعه يبقى ازاي من خلال التشكيل من خلال الاداء الفني؟ هو انا شايف انه يعني مباراه يوم الجمعه مش هتبقى سهله ابدا، لانه في ناس متخيله انه الاهلي صعد. الاهلي عمره ما بيحسبها كده، يعني حتى لو ممكن يكون على السوشيال ميديا او الجمهور في الشارع بيتكلم ان خلاص الاهلي خلص السيمي فاينل، لا انت عندك مباراه تانية 90 دقيقه تانيين. لعيبه الوداد اكيد عندها طموح انها عايزه تعوض، عايزه تحقق نتيجه ايجابيه، حتى كمان لانه ردود الافعال في المغرب عاليه قوي بعد المباراه، فهيبقوا عايزين يثبتوا ان هم لعيبه كويسه وكمان ينصفوا الاداره بتاعتهم، لان هم في 11 لعيب جم في فتره الانتقالات ما قبل السيمي فاينل ويعني انتقد جدا نادي الوداد بسبب الكلام ده، فاعتقد انه لا هيحاولوا يثبتوا حاجه، فبالتالي انت بيبقى صعب تلعب فريق جريح، بيبقى الموضوع بيبقى مختلف بالظبط. وبعدين الوداد برضو مهما كان اسم كبير، يعني برضو لابد ان الناس تعرف انه سيمي فاينل افريقيا مش ما فيهوش فرقه من الفرق الصغيره، بالعكس كلها فرق كبيره وفرق لها تاريخ، فاعتقد ان المباراه هيلعبها موسيماني زي ما لعب مباراه الذهاب بالظبط، اعتقد انه مش هيغير حاجه، ممكن التشكيل التغييرات تبقى في اضيق الحدود، لما يبتدي يطمن للنتيجه شويه في نهايه الشوط الثاني ممكن يدي فرص للعيبه تنزل تاخد اجواء الملعب، لكن ما اعتقدش ان هو هيكون زي ما الناس متخيله، بعض الناس متخيله انه لا الامور هتبقى سهله وانه ممكن يغير في التشكيل، لا مفيش مدرب هيغامر في سيمي فاينال افريقيا حتى لو هو كسبان مباراه 2-0. واللي عجبني كمان ده بيدل ان هو كمان مركز كويس، وانا شايف ان كمان ان الفريق انت عارف كان دايما قبل المباراه بيوم بيروحوا المعسكر المغلق بتاعهم، يعني الطبيعي ان كان النادي الاهلي هيلعب او هيتمرن يوم الخميس الساعه 5 وبيتوجه طب على فندق الاقامه للمعسكر، لا ده المعسكر بقى بكره بالظبط، المعسكر بقى بكره في لقطه انا شايف انها من ناحيه ان هو كمان عايز يوصل وياكد الكلام اللي هو المباراه لا مش سهله للعيبه كمان، ان احنا لا ده احنا رايحين المعسكر قبلها كمان بيومين، لازم التركيز يكون اعلى، فده برضو اعتقد من الشيء ايجابي ان هو بيفكر في الجزئيه ديت يعني. ده بالتاكيد طبعا، انا مقتنع تماما انه موسيماني الطموح عنده عالي قوي، المدرب بس القلق الايجابي هو والقلق الايجابي ده بينعكس على اللعيبه نفسها، اعتقد انه كمان ابتعاد اللعيبه عن السوشيال ميديا وده دليل على ان هم عندهم مسؤوليه وحاسين ان هم امام بطوله عايزين يحسموها، ده عنصر ايجابي جدا. برافو عليك، لان برضو الناس مش واخده بالها ان مفيش اي تصريحات من لاعبي النادي الاهلي على اي سوشيال على ميديا. اي سوشيال ميديا، وان الامور ولا صوره ولا اي حاجه ولا تعليق، بالرغم ان هم خدوا 48 ساعه اجازه يعني هم موجودين في بيوتهم، لكن واضح جدا ان كان في تعليمات او يعني تعليمات واضحه ان خلاص احنا مركزين لنهايه البطوله المشوار يعني بالظبط، يعني انا شايف مهم. انا شايف ان دي
بتدي انطباع كمان عند الجمهور ان اللعيبه كلها مركزه وان اللعيبه عندها مسؤوليه. لعيبه النادي الاهلي طول عمرها كده، اللي اتربى في النادي الاهلي واللي بينتمي لمدرسه النادي الاهلي هو عنده المسؤوليه وعارف ان الجمهور مستني انه يفرح وان البطوله دي غايبه من سنه 2013 وانه اعتقد انه حان الوقت ان احنا نستعيد البطوله دي. واعتقد كمان انه مفيش فرصه يعني اجمل من اللي احنا فيها دلوقتي ان انت قدرت تحسم سيمي فاينل وكمان جاي لك الفاينل، انت ضامن ان انت تلعبه على ارضك لانه من مباراه واحده اول مره تحصل، يعني اول مره تحصل ان انت هتلعب فاينل من مباراه واحده. زمان الاهلي كان يقدر يخلص المباراتين، شفناه في 2008 مثلا هنا يكسب 2-0 يروح للقطن الكاميروني في الكاميرون في ظروف صعبه يتعادل 2-2 فياخد البطوله. المره دي لا، انت هتلعب مباراه واحده بس تلعبها على ارضك بعد ما كان المفروض انك تلعبها في ملعب محايد. باخد رايك في الحته ديت، تتمنى الموضوع ده يعني يبقى زي الشامبيونز ليج كده، يبقى المباراه النهائي الافريقي الشامبيونز ليج الافريقي يبقى نوك اوت في مباراه واحده، وتتحدد البلد مثلا السنه الجايه يبقى البلد مثلا المغرب، تونس، الجزائر، يعني تفضل الطريقه ديت ولا انت يعني شايف لا يبقى مباراتين ذهاب وعوده افضل؟ سؤال صعب قوي يا كابتن هاني. لا سؤال صعب قوي لانه لما نيجي نتكلم في الجزئيه دي اوروبا الوضع فيها مختلف عن هنا. احنا نتمنى ان نظام المسابقات عندنا يبقى زي اوروبا، لكن البنيه التحتيه مش في كل البلدان زي بعضها ومش في نفس المستوى، وفي نفس الوقت بتفقدنا احنا كتير من قوتنا لما نروح نلعب مباراة على أرض محايدة من غير الجمهور. يعني احنا نتمنى ان الجمهور بعد كده يرجع الملعب في ظروف افضل بعد ان شاء الله ما تنتهي أزمة فيروس كورونا. لكن نفترض ان انا رايح العب نهائي في رواندا مثلا، لو هلعب في رواندا في هروح العاصمة كيجالي والعب على استاد كويس جدا هناك، لكن الجمهور هيبقى صعب انه ينتقل في وقت زي ده. يعني في ظروف زي دي تبقى الحكايه صعبه شويه. وكمان انا شايف انه الاتحاد الافريقي المفروض كمان يكون عنده دعم اكبر للبنيه التحتيه، وده بيعمله مع الاتحاد الدولي، كمان عندهم برامج للبنيه التحتيه في القاره كلها. انا شايف انه الايجابي بتاعها ان انت هتطور استادات كتير في كل الدول الافريقيه على يعني سنتين ثلاثه يبقى في ملفات، لكن ممكن يعني سنتين ثلاثه يعني انا شايف انه كل الدول الافريقيه بتعمل دلوقتي بنيه تحتيه، واحنا عندنا في مصر هنا استادات رائعه وشفنا تنظيم بطوله افريقيا 2019، لكن بعض الدول ما عندهاش ده. انا متخيل المنظر هيبقى افضل ليه على المستوى التسويقي، طبعا هيكون افضل، وانت يعني عارف موضوع التسويق ده لما انت بتحدد بلد انها هتستضيف الشامبيونز ليج الافريقي من حتى من غير ما تعرف اطراف النهائي ايه، دي هيبقى في رحلات طبعا، يعني هتبقى في اجواء مختلفه شويه من المباراه ذهاب وعوده. هو بالتاكيد لما الظروف تبقى طبيعيه وعندك جماهير وعندك جمهور وعنده شغف انه كمان يستكشف القاره ويشوف ويزور بلدان، ده هيبقى هايل جدا، وده اللي انا اتمناه. لكن انا دايما ببص لها دلوقتي في حته انا طمعان قوي في انه يتلعب ماتش في مصر علشان الجمهور يبقى موجود وعلشان الفرق المصريه وتحديدا النادي الاهلي لما يلعب بالفاينل هنا كمان يبقى معاه السبورت الجماهيري يبقى بشكل قوي. لكن هي كفكره تسويقيا هترفع قيمه المباراه النهائيه، ده اكيد هترفع قيمه المباراه النهائيه. نتمنى ان احنا نشوفها ونشوفها كمان، انا اتمنى كمان نشوف يعني كل الاستادات على مستوى القاره الافريقيه على مستوى عالي. شفنا جنوب افريقيا عندها بنيه تحتيه كويسه، المغرب عندها بنيه تحتيه كويسه، احنا بمصر طبعا بنستضيف احنا بنستضيف اي بطوله. يعني احنا لما عملنا بطولتين ورا بعض عندنا الاستادات جاهزه، عندنا الشكل الرائع لما كمان كان الجمهور موجود في بطوله 2019 وبطوله حتى تحت 23 سنه، فده بالنسبه لنا احنا مكسب كمان. فاتمنى ان الفتره الجايه بما ان النهائي هيبقى في مصر كمان هنا ان شاء الله باذن الله يا رب، يبقى بعد كده كمان يوصل الاهلي للنهائي ويبقى النهائي في مصر ان شاء الله باذن الله. هاخدك لنقطه كان بعض الناس بتتكلم على السوشيال ميديا، ايقاف الشناوي للانذار الثالث، ويعني خلينا نتكلم، وانت قلت لي يعني قبل الهوا قلت لي لا ده في لائحه واللائحه ديت نحب نعرف اللائحه منك، لائحه الانذارات وبالنسبه للاتحاد الافريقي فيها تغيير فيها شكل معين نعرفه منك؟ يعني حصل لبس يعني، بس ان في خبر نزل ان الشناوي عنده انذارين وده مش حقيقي. يعني هي القصه كلها كمان الموضوع بسيط جدا، ان الاهلي بيبعت للاتحاد الافريقي يستفسر يا جماعه هو الشناوي عنده كام انذار. هو كان بعض الناس اعتقدت ان الشناوي في واخد انذار في كوره ضربه الجزاء بتاعه ماتش الوداد، وده ما حصلش. يعني هو عنده انذار واحد في صن داونز بس، فهي الحكايه بسيطه. ده النقطه الثانيه لائحه الكورونا بقى، يعني حتى لائحه الكورونا موضوع الكورونا ده شاغل كل الانديه دلوقتي، حتى الانديه اللي في الكونفدراليه وانديه دوري الابطال بعد ظهور حالات في نادي الرجاء كتير، وصلت 8 حالات بالظبط، يعني اعلنوا 6 ثم 2. فاعتقد انه الناس شويه قلقانه من الموضوع. امتى يتاجل المباراه؟ يعني امتى المباراه تتاجل؟
هو اللائحة دلوقتي وده اللي تم تعميمه على كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية من أيام قليلة، الخطاب وصل للأندية دي من الكاف أنه 11 لعيب أساسيين موجودين في التشكيل، 3 على دكة البودلة هلعب الماتش. ده بشكل يعني نهائي. 11 أساسي موجودين و3 على دكة البودلة، يعني أقل من 3 على دكة البودلة الماتش يتأجل. وبالتالي يعني بتتكلم في 14 لعيب بالظبط، هم ال 14 لعيب، يعني لو عندك أقل من ال 14 مش هتلعب الماتش، هيتأجل. فالاتحاد الأفريقي بيعمل مسحة قبل 48 ساعة علشان يتأكد من سلامة اللاعبين، وحتى قبل السيمي فاينال وطلب 4 مساحات يتعملوا، 3 تعملهم بمعرفتك وتخطر الاتحاد الأفريقي بنتائج، لكن المسحة الأخيرة بتبقى تحت إشراف اللجنة الطبية في الكاف. أيوة. فأعتقد أنه مباراة مثلا الرجاء والزمالك، الرجاء قال أنا عندي حالات، عدد حالات كذا، هيعمل تحاليل والاتحاد الأفريقي اللجنة الطبية تشرف عليها، لو عنده أقل من 3 لعيبة على دكة البودلة بخلاف ال 11 الأساسيين مش هتتلعب المباراة، هتتأجل. صحيح. وبالمثل لو في لا قدر الله في الوداد والأهلي، لو في العدد ده برضه هتتأجل المباراة. طب عمر، كنا بنتكلم على أجواء والشارع الرياضي والصحافة الرياضية في المغرب وإزاي اتكلمت على المباراة قبل المباراة وكمان بعد المباراة، نعرف الكلام دوت. طبعا معانا الإعلامية الكبيرة أمال الكعيدي موجودة معانا على التليفون من المغرب، بنقول لحضرتك مساء الخير ومنورة البيت الكبير بيت النادي الأهلي. الناقدة الرياضية طبعا أمال الكعيدي، اتفضلي. أهلا بيكي. عايزين ربنا يخليك، والله ده انت اللي منورين. الله يخليك منورانا. وعايزين نعرف من حضرتك يمكن ايه الاجواء والصحف الرياضيه اتكلمت بعد انتهاء طبعا مباراه الوداد والنادي الاهلي بفوز النادي الاهلي 2-0، كان ايه ردود الافعال في الصحف الرياضيه والشارع الرياضي بشكل عام؟ والله ما سمعتك كويس. كنا بنتابع مع يعني كنا بنتابع هنا في قناة النادي الأهلي دايما الأجواء على المستوى الشارع الرياضي والصحافة الرياضية في المغرب قبل وبعد مباراة الأهلي والوداد. عايزين نعرف بعد مباراة الوداد وفوز النادي الأهلي 2-0 كان إيه المردود وإيه ردود الأفعال على مستوى الصحافة المغربية؟ والله يعني الحمد لله كان كل شيء بخير وكل شيء تمام، بس في الاول كان شويه خوف يعني حيكون كذا ولا كذا، بس الحمد لله يعني ولو ان الاجواء يعني مو حلوه مع هاي لخبطه العالم كله، بس الحمد لله يعني صار كل شيء حلو. بالنسبه عايزين نعرف هل كان في غضب شويه من بعض الصحف على اداء الوداد امام النادي الاهلي بعد المباراه؟ والله اكيد يعني في غضب شوي، بس نشكرها. طبعا يعني طبعا فريق الوداد النهارده وصل القاهره، بنرحب بيه ونتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا في قناه النادي الاهلي. اعتقد الخط او هي مشغوله مشغوله شويه. فمن الواضح وكنت هتكلم معاك في النقطه دي عمر، ان قبل المباراه ردود الافعال او الاستعداد لمباراه الاهلي والوداد كان في شحن كبير جدا وشحن معنوي كبير، وبعض الصحف بجانب طبعا صحف الرجاء شويه كانت مختلفه بالزبط. لكن كان في شحن معنوي كبير جدا ان الوداد قادر على هزيمه النادي الاهلي وان الوداد فريق كبير وانه ممكن ده يكون تعويض كبير لخسارته للدوري المغربي. يعني هو ردود الافعال اصلا الانفعال بقى او ردود الافعال بعد المباراه كمان اظهرت انه كان في شحن فعلا زياده، يعني خساره الدوري الوداد لما خسر الدوري مع كمان التعثر امام النادي الاهلي في سيمي فاينال افريقيا. يعني قريت حتى النهارده في الصحف المغربيه في صحيفه المنتخب انه في غضب على اداره نادي الوداد وانه اعتبروا استقدام 11 لاعب خلال الميركاتو اللي فات وانه الوداد ما استفادش منهم وانه ما قدموش المردود الفني اللي كان المفروض يقدموه قدام النادي الاهلي وانه بيطالبوا برحيل رئيس نادي الوداد سعيد النصيري. لكن في النهايه هي انفعالات الاعلام وجمهور الكوره بعد المباريات الكبيره لما يكون فيها اخفاقات. وطبعا يعني هم ما استنوش حتى مباراه العوده،
وده واضح انه يعني خساره الدوري مؤثره مع خساره مباراه الذهاب، عملت ضغط شويه على اداره نادي الوداد طبعا، وانه الاعلام ابتدى يهجم شويه على اداره نادي الوداد. اعتقد كمان انه الصحافه المغربيه ممكن كان في صدمه شويه من فكره انه الاثنين ممثلين الكره المغربيه يخسروا في السيمي فاينل في الذهاب، لكن هي المشكله اللي بتسيطر دلوقتي على الصحافه المغربيه حته الكورونا واصابات الكورونا في الرجاء، ده اللي مسيطر شويه النهارده على يعني الصحافه طبعا المغربيه. الاجواء اصابه 8 لاعبين خلاص، مستنيين يشوفوا في قرار تاجيل ولا لا، لانه كمان الرجاء اعترض على حكم مباراته مع الزمالك يعني. فهو ده اللي موجود في الصحافه المغربيه النهارده. اعتقد انه النهارده كمان عرفت انه سعيد الناصري رئيس نادي الوداد هيكون موجود على راس البعثه اللي جايه القاهره، وده دليل على انه برضه مهتم انه يكون متواجد معاهم وانه يكون موجود في المباراه كنوع من الدعم المعنوي للاعيبه نادي الوداد. اكيد بنرحب بيهم في مصر، وبعثه الوداد اكيد هتنور في مصر ان شاء الله. لكن اعتقد انه الوضعيه الفنيه بتاعه الوداد بقت صعبه. ما كانش في اي انتقادات على جاموندي مثلا؟ يعني هو كان من خلال التعليقات واحنا بنتفرج يعني كان عصام الشوالي حتى بيعلق على اداء جاموندي، وان هو كان في موقف لا يحسد عليه. يعني برضو الحته الفنيه اتكلموا عليها ازاي هناك في الصحف؟ هم يعني الحقيقه حته جاموندي دي مختلفين عليها جدا هناك، لان هم اعتبروا انه جاموندي كان موجود كتكنيكال دايركتور في الاول كتمهيد لاقاله جريدو، ثم وجود جاموندي كمدير فني، وانه ده اثر على الفريق الوداد نفسه، انه كمان انت بتجيب تكنيكال دايركتور طب و11 لعيب جديد، وبعدين مشيت مدرب وحطيت التكنيكال دايركتور مدرب، كل ده نوع من عدم الاستقرار الفني داخل فريق الوداد. فاعتقد انه الموضوع مش يعني مش تقييم فني لجاموندي، مش تقييم فني لجاموندي، لانه كمان هو جاموندي عنده يعني سي في كبير مش قليل، يعني هو كمدرب كبير مش قليل، لكن برضو ما كانش السيناريو بتاع توليه للقياده الفنيه للوداد سهل. المدرب اللي بيجي في ظروف انه جاي عشان يمشي مدرب وياخد مكانه، دي ما بتبقاش الحكايه دايما كويسه، يعني مردودها حتى ما بيبقاش جيد. طب معانا الناقد الرياضي جمال سيفي معانا على التليفون. ستيفي اهلا بيك يا استاذ جمال، منورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير ومساء الخير للمتابعين الكرام. اهلا بحضرتك، وكنا لسه بنتكلم مع ضيفنا عمر البنوبي عن ردود الافعال واجواء او الشارع الرياضي وردود افعاله بعد طبعا فوز النادي الاهلي على الوداد في مباراه الاياب. وبالتاكيد ردود افعال سلبيه بطبيعه الحال، انه فريق الوداد انهزم في ميدانه امام الاهلي المصري بهدفين لصفر، فبالتالي طبيعي ان تكون ردود افعال سلبيه ومخيبه، خصوصا النتيجه كانت مخيبه جدا لامال محبي فريق الوداد. ولكن موضوعيا منطقيا الاهلي استحق الفوز يعني بجداره، كان افضل من فريق الوداد على كل المستويات. الوداد ايضا يوجد في أسوأ حالاته، كانت هناك غيابات كثيره في صفوف فريق الوداد، يعني دفع الفريق تكلفتها يعني باهظه يعني بخسارته لمباراه الذهاب، وبالتالي فطبيعي ان تكون ردود فعل سلبيه وردود فعل يعني غاضبه بالنسبه لجماهير الوداد التي اعتادت على وداد قوي، وداد يصعب هزمه بملعبه بمدينه الدار البيضاء، ولكنه امام الاهلي لم يكن في الموعد المنتظر، وبالتالي خسر يعني المباراه. هذه كانت يعني صحيح ان الخساره بهدفين للصفر يعني تصعب مهمه مباراه الاياب، ولكن كره القدم عودتنا على انها لا تنتهي الا بعد يعني صفره الحكم، فعلى الوداد ان يدافع عن حظوظه وان ياتي للقاهره بهدف بان تكون له رده فعل، لانه في النهايه يبقى اسم الوداد فريق كبير جدا. اكيد الوداد فريق كبير، وزي ما انت بتقول اكيد لسه في شوط تاني. استعدادات الوداد ازاي؟ وانت شايف استعدادات الوداد على المحور الفني وعلى المحور المعنوي كمان، وجود رئيس النادي معاهم على كرئيس للبعثه وتواجده معاهم في هنا في القاهره، ده بيدل ان حتى في دعم معنوي بالنسبه لفريق الوداد. شايف حضرتك التحضيرات لمباراه الاهلي القادمه يوم الجمعه ازاي لفريق الوداد؟ والوداد يعني توجه اليوم الى القاهره، يعني وفد الوداد وصل اليوم الى القاهره لاجل استعداد لمباراه الاياب. صحيح
انه ترأس الوفد رئيس النادي سعيد الناصري. الاستعدادات لهذه المباراه يعني تمت يعني في ظروف صعبه، انت تعرف انت كلاعب يعني دولي سابق وتعرف ظروف ان تستعد لمباراه مقبله وسط يعني خيبه امل وسط نتيجه سلبيه، فيكون الهدف هو يعني ترميم المعنويات حتى يجد الفريق ذاته ويكون على السكه الصحيحه. ف لابد يعني من العمل على الجوانب الذهنيه والنفسيه اكثر حتى يعني يكون الوداد يعني في الموعد، خصوصا يعني انه ما زالت هناك 90 دقيقه لابد من خوضها يعني بجديه وبفعاليه اكبر، وان تكون على الاقل هناك يعني رده فعل قويه من لاعبي فريق الوداد الذين يعني اعتادوا على مثل هذه المواجهات واعتادوا على التواجد يعني في ادوار يعني متقدمه. يعني هناك ايضا نماذج للانديه، وصحيح وان كان يعني بدنا نعترف ان ظروف الوداد صعبه على مستوى لائحه اللاعبين، ولكن لابد ايضا هناك نماذج للانديه خسرت ذهبا ولكنها عادت بالتاهل يعني من ايابا، وان كان كما قلت لك الامر صعب، ولكن هذه كره قدم عودتنا على نتائج غير متوقعه يعني. فالمهم ان يدافع الوداد عن حدوده وعلى المستوى الفني على المستوى الفني والمردود الفني بالنسبه للاداره الفنيه وجاموندي، هل كان هناك بعض الهجوم على الاداره الفنيه وكيفيه اداره جاموندي لهذه المباراه؟ لا اعتقد، لم يكن هناك هجوم كبير على مدرب الوداد جاموندي، لان جاموندي يعني هذه اول مباراه له يقودها يعني من كرسي احتياط فريق الوداد، لان المباريات السابقه في الدوري كان يقود الفريق من المدرجات، لان القانون المغربي لوائح الاتحاد المغربي لكره القدم لا تسمح له بالتواجد في كرسي الاحتياط، لانه سبق له ان درب يعني بالسابق فريق حسنيه اكادير، وبالتالي كانت تلك اول مباراه يقودها من كرسي الاحتياط. الهجوم يعني لم يكن صراحه على يعني بشكل كبير على جاموندي، ولكنه كان على رئيس الوداد سعيد الناصري، يعني كان اتهامات له بعدم يعني التعاقد مع لاعبين في المستوى، اتهامات ايضا على مستوى انه طريقه تدبير الفريق التي لم تعد يعني ترضي جمهور الوداد العريض، وبالتالي يعني هناك من وجد الاعذار لجاموندي، وان كانت بعض خيارات جاموندي تناقش مثلا الاعتماد على يحيى جبران يعني في متوسط دفاع يعني فريق الوداد، وهو كلف الوداد غاليا، كان هناك يعني خطا فادح من يحيى جبران هو الذي منح الهدف الاول يعني لفريق الوداد، ولكن ايضا في المقابل كما قلت لك حتى لا نكون يعني قاسيين على مدرب جاموندي، لم تكن لديه يعني لائحه اختيارات كبيره، حتى الشيخ كمارا اللاعب يعني الوداد كانت هذه اول مباراه له يعني بعد غياب طويل، ولم يكن يعني كان في البدايه يريد ان يعتمد عليه اساسيا، ثم عاد من بعد يعني يقيمه في كرسي الاحتياط، ولم يعتمد عليه الا في الشوط الثاني، وقد كان دخوله يعني في الشوط الثاني يعني باداء طيب، وما يؤكد انه سيكون يعني اساسيا في مباراه الاياب يعني بالقاهره. فكما قلت لك لم يكن هناك هجوم كبير على جاموندي بقدر ما كان هناك هجوم على اداره يعني الوداد، وعدم يعني تدبير المرحله بشكل جيد، خصوصا على مستوى يعني تدبير تعاقدات مع بعض اللاعبين. ده صحيح. خلينا نتكلم اخيرا على النبض الجماهيري وجماهير الوداد، هل من خلال وجودك هناك وسط جماهير الوداد هل الجماهير فقدت الامل، او هناك بريق من الامل وبعض جماهير الوداد عندها لسه امل ان ممكن الوداد يعود للمنافسه ويحقق مفاجاه كبيره هنا في القاهره؟ وهو في كره القدم يعني لا يمكن للمرء ان يستسلم ان ينزل يديه، لان دي يعني كره القدم هناك كما قلنا شوط ثاني، صحيح المهمه يجب ان نعترف المهمه صعبه امام يعني اهلي قوي جدا خصوصا في وسط الميدان وسط الهجوم، اهلي ايضا يعاني من متاعب كبيره على مستوى خط الدفاع، خط دفاع الاهلي ايضا سيء كما هو يعني خط دفاع الوداد يعني في بس اعتقد خط دفاع النادي الاهلي كان ظهر بمستوى جيد في المباراه، تتكلم على يعني خط دفاع النادي الاهلي اعتقد انه ظهر بشكل لا باس به في مباراه الوداد يعني. هذا بالنسبه لك، هذا رايك انت، انا رايي ان خط الدفاع الاهلي ليس في مستوى يعني الاهلي الذي نعرفه، ولو كان خط دفاع الاهلي يعني جيد لما كان هناك تعاقد مع لاعب الرجاء بدر بانون، وبالتالي يجب ان نفهم احنا دايما بنجدد وبنشوف للافضل يعني.
اي الاهلي فريق قوي، هذا لا نقاش فيه، لديه وسط ميدان قوي ولديه خط هجوم قوي، ولكن دفاع الاهلي ليس في مستوى وسط ميدان وخط هجوم، ونفس الامر بالنسبه لفريق الوداد ايضا يعاني من مشاكل كبيره. صحيح. يعني في خط الدفاع وهجوم، يعني خط مشاكل كبيره يعني يعاني من الفريق. انا اتكلم يعني في تحليل موضوعي، تحليل تقني لا علاقه له يعني باي امور هامشيه او امور جانبيه، وبالتالي فهناك ايضا لابد كما قلت ان الوداد أن يدافع عن حدوده، لابد أن يؤمن اللاعبون بأنه ما زالت هناك 90 دقيقة، لابد أن يؤمن اللاعبون أن لديهم جمهور عريض لم يعتد على لاعبيه أن ينزلوا أيديهم وأن يستسلموا، وأن يقدموا على الأقل مباراة يعني كبيرة، إذا لم يستطيعوا العودة بالتأهل على الأقل يعني يكون هناك رد فعل في قيمة ومستوى وقميص يعني نادي الوداد. أستاذ جمال الناقد الرياضي المغربي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في قناة النادي الأهلي. يعني تعليق عمر سريع. المداخله اكدت جزء من الكلام اللي احنا قلناه عن وضعيه الوداد دلوقتي والانتقادات اللي وجهت لرئيسه وعلى مستوى التعقدات اللي عملها الفتره اللي فاتت. يمكن في المداخلتين كان في نقطتين مهمين، النقطه الاولى انه اللي ذكرتها الاستاذه امال لقعيده انه اجواء الكورونا كانت مسيطره قوي على المباراه. يعني اعتقد انه شويه حته انه دفاع النادي الاهلي دفاع يعني مستوى ضعيف ده مش حقيقي للاستاذ جمال الصطيفي ورايه الشخصي، لكن في النهايه دفاع النادي الاهلي هو اقوى دفاع في مصر وهو لحد دلوقتي كمان اقوى دفاع في افريقيا، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق. شكرا ليك يا عمر على وجودك معانا، وان شاء الله بقى يعني نطمن ان شاء الله الحلقه اللي جايه يكون الاهلي ان شاء الله في النهائي باذن الله، ونبدا بقى نفتح ملفات محترفينا ونجومنا اللي بيشرفونا خاصه في البريمير ليج. يعني طبعا لحد ما الاهلي ان شاء الله يتوج بالبطوله لا صوت يعلو فوق صوت الاهلي. صحيح. في البيت الكبير. شكرا لك يا عمر. دي كانت نهايه فقرتنا مع عمر البنوبي. فاصل، وبعد الفاصل الكابتن الكبير احمد ابو مسلم. برحب بحضراتكم مره ثانيه، بنبدا فقرتنا الحواريه الثانيه دي مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ليهم تاريخ وقدر كبير عند الاهلاويه، وهو الحقيقه يعني يمكن ما فيش اتنين اختلفوا عليه، سواء هو لاعب سواء هو مدرب حاليا مدرب متميز. مشرفنا النهارده الكابتن احمد ابو مسلم اللي برحب بيه علشان نتكلم معاه بقى باستفاضه عن المباراه المرتقبه المهمه اللي بينتظرها ملايين في جميع انحاء العالم امام الوداد يوم الجمعه باذن الله على استاد القاهره الدولي. اهلا بك يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك واهلا بكابتن هاني. طبعا ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. تمام. اتفرجت على الماتش فين؟ في البيت. الحاجات المنتوشه المصريه دي تبقى صعبه شويه. احنا لما كنا بنلعب يا كابتن الدنيا بتبقى مختلفه شويه، وكنت انت بتبقى مش حاسس بالاجواء اللي بره شويه، ما بتبقاش مشدود نفس الشده اللي تبقى بره الملعب. صحيح. جوه الملعب لما اتفرج الموضوع بيبقى صعب جدا، يعني بطلع بره في البيت ببقى مختلف مشدود على كل هجمه، تحس ان انت بتلعب. كنت قبل المباراه احساسك ايه؟ وخلينا نتكلم معاك، يعني هنتكلم طبعا فنيا، لكن احساسك انت كلاعب قبل المباراه بيختلف طبعا، انت خلاص دخلت في صفوف الجماهير زينا ومشجعين. كنت قلقان على النادي الاهلي؟ لا خالص، كان عندنا ثقه في النادي الاهلي، والمراحل دي يا كابتن مرينا بيها بشكل كبير جدا، ما كنت لعيب او حتى بعد يعني ما دخلت في كادر التدريب بعد كده، الخبرات بتخليك تحطينا في موقف اصعب من كده. عندنا ثقه في اللعيبه الموجوده، عندنا ثقه في اختيار مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت دوت اللي هو جيب موسيماني في الوقت دوت، ودي لازم يتحط تحتها 100 خط، اللي انت عندك مدير فني عنده تجربه في افريقيا، يعني خد بطوله افريقيا وعنده تجربه مع نادي سان داونز كسب البطوله، فدي من ضمن الحاجات اللي هي خلاك اللي عنده ثقه. يعني مش هجيب حد يا كابتن مثلا مدير فني اجنبي هيفضل يكتشف ويشوف اللي بالظبط افريقيا ايه بالظبط، هيكون الماتشين بتوع افريقيا عدوا، فده راجل وفر عليك بشكل كبير جدا للمرحله دي كلها، فكان عنده ثقه. راجل عارف النادي الاهلي ايه، عارف قيمه النادي الاهلي ازاي بشكل كبير عامله ازاي، فهو جاي متحمل المسؤوليه، فدي من ضمن الحاجات اللي بتخليك حد بيتحمل المسؤوليه داخل. كان مطمنك يعني حتى يعني اختيار كان يعني انا عايز اعرف اللحظات اللي هي 10 دقائق قبل المباراه كنت حاسس بايه؟ يعني كنت مستني المباراه ازاي؟ مستني تشوف النادي الاهلي ازاي؟ توقعت هذا الاداء للنادي الاهلي؟ توقعت النادي الاهلي هيجيب نتيجه اهداف؟ يعني قول لنا احساسك قبل المباراه وخلال المباراه كان عامل ازاي؟ هو طبعا الستارت بتاع النادي الاهلي لما بدا انا كنت مبسوط، كنت حاسس ان النادي الاهلي هيعمل نتيجه ايجابيه بالذات قبل الماتش. احنا قول لي قبل الماتش. قبل الماتش اكيد بيبقى فيه طبعا شده شويه، وبتبقى تحاول يعني تجمع كل معلومات الناس عامله ايه بالظبط هناك، الاجواء عامله
عامله ازاي، الاستعدادات ازاي. كان مدينا ثقه في اول الماتش لما ابتدى. احنا شفنا مثلا كل التصريحات او كل الناس الموجوده، كابتن محمود الخطيب كان موجود هناك. فدي دليل على الحماس ودليل على القوه وعلى وطبعا على سبورت الفريق. فدي حاجه بتطمنك ان كل حاجه ماشيه على شكل سليم. بالنسبه للقاء انا كنت مطمن ان احنا اجهز يا كابتن، بقالنا فتره في الدوري العام كل بنلعب كل 3 ايام ماتش او كل يومين ماتش، فانت اجهز منهم بشكل كبير جدا. الرجاء او الوداد، الوداد طبعا مش نفس المستوى اللي بنتكلم عليه، يعني مش زي زمان. يعني انت عارف الرجاء الوداد زمان كان اقوى من كده، والرجاء بس كنت متوقع اداء سواء الوداد او حتى الرجاء في المباراتين اللي عدوا دول، كنت متوقع ادائهم ده ولا كنت لا يعني عارف ان بعد كورونا ممكن الاداء يختلف والنتيجه تختلف؟ هي طبعا بعد اداء كورونا طبعا اداء اختلف والنتيجه النتيجه طبعا احنا اجهز دلوقتي. يعني احنا بنتكلم في الشكل العام المجمول الفني او البدني احنا اجهز. هم بقالهم كتير ما بيلعبوش بشكل كبير، عندهم مستويات. لا هم كانوا بيلعبوا، بس هي المشكله احمد هم كان عندهم دوري بس. انا في اعتقادي كان ما انهوش مسابقه الدوري، يعني ما كانش في بطل الدوري محدد غير الاسبوع اللي قبليه على طول، كان وكان المباراه النهائيه رايحه جايه. فاعتقد ده خد منهم مجهود بدني وعصبي كبير جدا من الفرقتين اذا كانت من الرجاء او الوداد. يعني اكيد طبعا يا كابتن، وعندك الخبرات بتاعت لعيبه النادي الاهلي والمدير الفني زي ما قلنا التشكيل المناسب، وفي برضك حط حاجه في التشكيل برضك الناس مش واخده بالها منه، اللي هو الراجل عنده سيستم لعب وطريقه لعب اللي هو بيخلي اللعيبه الموجوده عنده الطرفين بيدي علي معلول او محمد هاني الحريه، وبيخلي اليو ديانج في نص الملعب ثابت بشكل كبير، او السوليه نفس الكلام بيدي رقم 10 لقفشه، كنا بقى انه فتره شايفينه فايلر كان بيحطه في حته ما كانتش برضك مديه الحريه كلها، بيرجع يدافع. وقفشه مش من نوعيه اللعيبه اللي هي بتقدر اللي هي تدافع 90 دقيقه او تدافع الماتش كله، وخاصه لما يكون على الجناب يعني. بس فالراجل اللي حطه في المكان الجديد، حتى شفنا احنا مع قفشه احرز الهدف راح للراجل يعني بيحضن الراجل او حاجه زي كده عشان بيقولوا له يعني مدى الحب اللي هو الكيمياء اللي هو لقى حد ممكن يحطه في الحته دي يطلع كل الامكانيات اللي كانت موجوده عنده، ونديله تعليمات وننفذها. عشان كده كانت اللقطه دي اللي جابته وهو رايح للمباراه ده اللي بنتكلم فيها. ممكن قفشه بقى له فتره مثلا الناس تقول موافق ان بقى له فتره مش نفس المستوى، بس بدايه اللقاء مع الراجل ابتدى الراجل يحطه في المكان اللي هو عايزه السليم يعني. النهارده النتيجه اللي حققها الاهلي على ارض المغرب او على ارض الوداد المغربي خلت البعض يعني يتفائل بطريقه مبالغ فيها، وخلاص يتكلم النهارده عن انه ضمن الصعود للفاينل. بتشوف ده ازاي، وده ممكن يعني يؤثر ازاي حتى على فريق الاهلي؟ لا هي طبعا اللقاء ده شوط خلص، هم شوطين. الشوط النادي الاهلي عمله بامتياز في المغرب وخد النتيجه الايجابيه اللي احنا عايزينها. الشوط الثاني ماتش ثاني مختلف تماما، بالذات كابتن هاني يعرف الفرقه دي كبيره او الانديه الكبيره ما تتوقعش متوقع منها اي حاجه. يعني الفرقه هتلاقيه مركز جاي جدا، هتلاقيه جاي هو عليه ضغط هناك من الميديا من النادي من الجماهير، فهتلاقي هو جاي عايز يموت نفسه، هو ما عندوش بقى الا ماتش الحياه او موت، فهو هتلاقيه جاي مركز 1000%. فالماتش هيبقى صعب، الماتش مش هيبقى سهل. فالماتش الناس ما تفتكرش ان احنا ان شاء الله هنعدي وكل حاجه، بس الماتش هيبقى صعب وتحطينا في الظروف دي كتير. يعني احنا كنا في النادي الاهلي هنا كنا بنلعب ماتش لازم نكسب شباب بوليزداد هناك في الجزائر بجون طه ابراهيم سعيد وكسبنا. يعني هي اللقاءات بتبقى برضك فيها نتائج مريت انت شوية. يعني في مشوارك في حاجه يعني مريت بتجارب زي كده على مستوى النادي الاهلي، ان احنا يعني كان عندنا مباراه صعبه ومع التركيز رجعنا للمباراه تاني، مريت بمرحله زي ديت او بفتره زي دي كتير يا كابتن؟ انا عندي شباب بوليزداد مع ابراهيم سعيد، الترجي هنا تعادلنا النتيجه 0-0 هنا. 0-0 هنا في القاهره، والجون بتاع سيد عبد الحفيظ هناك 1-1 1-0 بتاع سيد. فالنتائج كتير يعني مرنا كتير جدا، فعشان كده بتكلم النهايات او الانديه الكبيره بتبقى عندها رد فعل انت مش متوقعاه ازاي. هيبقى ممكن هتلاقي الدنيا الماتش مش هيجي سهل، هو هناك خلاص هو عارف اللي هناك نتيجه لازم يجي يكسب هنا في القاهره، فالماتش مش هيبقى مفتوح زي ما احنا بنتكلم. يقلقك يعني المباراه اللي جايه ان شاء الله في الاياب، يقلقك المستوى؟ بنتكلم على المستوى البدني والفني اللي ظهروا عليه، ممكن يخلينا نقلق ان هم يلعبوا لما يجوا هنا مصر؟ لا هو نقلق طبعا، القلق موجود، بس احنا بنتكلم الثقه، في حاجه اسمها الثقه، بدل الثقه عند النادي الاهلي وعند جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في الملعب بالخبرات الموجوده، وليد سليمان السوليه الناس دي كلها، الشناوي ما شاء الله بقى له فتره من نمسك الخشب يعني.
فالناس دي كلها بتدي ثقه ومرت بالظروف دي كتير، فهي دي النقطه اللي بنتكلم فيها، في ثقه، في ثقه وفي خبرات موجوده في الملعب، مرت بالظروف دي كتير وليد سليمان، فهيبقى في تكاتف من اللعيبه وهتعرف تعدي المرحله دي. طبعا احنا عندنا ثقه وكل الثقه في لعيبه النادي الاهلي طبعا. اكيد، وانت بتقول وبتتكلم على كده، احنا يعني لعيبتنا مرت بمواقف كتير زي كده، واحنا عارفين وحصل الكلام ده، خلي بالك من خلال سيناريو الدوري لما كنا بنستضيف الناس واحنا كنا فرق بال20 نقطه، كان يقول لك لا احنا ما حسبناش الدوري غير لما على المستوى الرسمي فعلا خدنا الدوري، كمان على مستوى النصف النهائي اعتقد الامور واصله بشكل جيد جدا، ان اللعيبه مش هتقول ان احنا وصلنا النهائي غير بعد نهايه مباراه يوم الجمعه. وعايز اقول لك كمان يا احمد ان انت عارف طبعا كان بيبقى في معسكر قبل المباراه دايما بيوم طبعا. لا المعسكر هيبقى بكره، لان موسيماني كمان عايز يوصل الرساله دي للعيبه ان احنا عندنا مباراه مهمه، فقال لك لا انا كمان هعسكر قبل المباراه ب 48 ساعه. فناخد من ديت، انت شايف التحضيرات لقبل المباراه اليوم الجمعه شايفها ازاي؟ وكمان اتكلمنا عن الشكل الفني، هل يبدا بنفس التشكيل، هل يبقى في جزء ممكن لعيب على حساب لعيب، قول لنا برضو وجهه نظرك. لا انا شايف يا كابتن، بس في نقطه اللي نضيفها، طول ما انت موجود في النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي لحد دقيقه اخيره انت مطالب بالنتائج ومطالب بالبطولات. حتى لما كنا مثلا النهارده خدنا الدوري، بكره خلاص بنقفل نتيجه الدوري العام او الكاس مصر او البطوله اللي انت خدتها وبتبص في اللي جاي. فده طول ما انت موجود في النادي الاهلي على طول امكانياتك هتبقى كده، وده اللي انت موجود فيه نادي القرن. عشان كده بنتكلم عن تحضيرات الراجل. الراجل اكيد عامل، احنا انا شايف بعد تصريحات بعد اللقاء على طول قال لك انا كنت يعني ابتديت اشوف اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، رجعت لها ثقه الفوز بره والنتائج اللي هي الايجابيه اللي هو كان اللي هو الطبيعي بتاع النادي الاهلي. فشفنا اللي هو ابتدى يفرج اللعيبه على مثلا في على شريط الماتش اللي كل واحد يشوف النتائج بتاعته ويشوف السلبيات اللي عملها في اللقاء، فدي حاجه مميزه توريك للراجل. عشان كده بنتكلم، الراجل عارف امكانيات النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، فلما جاي عارف هو بيعمل ايه، بيتعامل ازاي. غير ما حد كان ممكن ياخد لك وقت ماتشين ثلاثه ما يقدرش يلم نفسه ويلم الفرقه، فالراجل محضر بشكل كويس. لو جينا نتكلم على التشكيل، ما اظنش اللي هو هيغير بشكل كبير، هيبقى عنده نفس اللعيبه الموجوده باختلاف ممكن لو فتحي ممكن يديله من اول اللقاء او لا، بالذات كابتن خلي بالك فتحي كمان مش هيقدر يكمل معاك النهائي اللي هي النهائي، يعني طبعا هو مش هيقدر يلعب النهائي او خلاص يعني عشان الدوري هيخلص، فعشان كده هو بيعتمد على محمد هاني. فانا شايف اللقاء هيبقى متهيألي نفس التشكيل، نفس الشكل اللي هو بيعتمد عليه، مع اختلاف ممكن مروان او باجي ممكن يديله من اول لقاء، فدي النقطه اللي ممكن فيها اختلاف يعني. طيب رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه من خلال متابعتنا للتقرير والريمونتادا. زي ما بقول يا احمد الكوره ملهاش كبير، نتيجه 2-0 نتيجه معقوله جدا، نتيجه كبيره، لكن اعتقد برضو مباراه يوم الجمعه هتبقى مباراه صعبه. ايه اللي يخلي مباراه يوم الجمعه مباراه صعبه على النادي الاهلي، والايه اللي يخليها ممكن تكون مباراه سهله على النادي الاهلي؟ هي اول حاجه كابتن تحضيرات اللقاء، يعني لازم النادي الاهلي يكون طبعا اعصابه اهدى شويه، لازم ينزل اللقاء يكون اهدى شويه في ما فيش اربعه، احنا كسبانين 2-0، لازم انزل اعصابي اهدى شويه، انزل برضك بكل قوه وكل حاجه، بس في التعامل او في اللقاء بتاع الماتش لازم اكون اهدى منه بشكل كبير، عشان بالذات شمال افريقيا اللي هي الجزائر او المغرب او تونس هم بيلعبونا على حته العصبيه بشكل كبير جدا. يعني انت بتقول ممكن يخرجوك عن النص شويه، يبقى في احتكاك في نص الملعب، فاولات يخليك تطلع بره نفس الكلام بتقول لك يعني. حضرتك تاني حاجه هيضغط على الحكم، هو دلوقتي بيضغط على الحكم، عمال يضغط على الحكم اللي هو كل شويه هتلاقي كل مشكله كل شويه 5 دقايق يعمل مشكله، عشان هو عارف لو هي قوه كوت النادي الاهلي اقوى بكتير، فهو عاوز يطلعك بره السيناريو خالص عشان يفقد تركيزك، عشان يخليك ماشي في اتجاه تاني مختلف تماما. يعني قد تحدث مفاجآت طبعا، ولا الاحباط هو اللي ممكن يكون مسيطر على فرقه الوداد بعد خسارتهم هناك؟ لا هو احترمنا للنادي فرقه الوداد، هم عارف النادي الاهلي اقوى منه، فهو هيحاول يشغلك بالحاجات التانية اللي هي بره الملعب، اللي هو الحكم يضغط على الحكم، الاتحاد الافريقي زي ما احنا سامعين مثلا دلوقتي الرجاء مثلا بيقول في 8 عنده كورونا، فهتشوف هتلاقي الضغط الاعلامي والضغط الموجود هناك، بالذات اللي انت عارف الكاف هناك عندهم في المغرب بشكل كبير، فهم بيعرفوا الاخبار اكتر مننا، هم اقوى دلوقتي اكتر مننا. فهي الموضوع كله اللي هو يبتدي يخرجك في السيناريو، يعمل لك سيناريو ثاني عشان يطلعك بره تركيزك. كان جرأة من موسيماني انه يختار انه يهاجم ويسجل في المغرب، ولا لا زي ما البعض راح لانه يأمن النتيجه فيدافع؟
لا هي مش جرأة، هو النادي الاهلي على طول بيلعب على المكسب وبيلعب على الضغط، الضغط اللي هو الضغط الامامي من اجزاء الملعب. فالراجل ابتدى يشتغل ده السيستم بتاع النادي الاهلي بقاله فتره شغال كده. بس هي احنا بقالنا فتره ما كانش فيه مكسب بره 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 الملعب، يعني بره في الماتش الذهاب يعني. فالراجل رجع الثقافه بشكل كبير ورجع جزء من هويه النادي الاهلي او شخصيه النادي الاهلي اللي هي موجوده، اللي كان بقالها فتره يعني نوعا ما كانتش نفس المستوى اللي احنا كنا راضيين عنه، بالذات بعد احداث كورونا. رجعنا نتكلم النادي الاهلي قبل كورونا في الدوري العام او في الماتش افريقيا مميز بشكل كبير جدا. بعد موضوع كورونا كان طبعا فايلر ابتدى يشتغل بشكل اللي هو ابتدى يركز بعيد عن الملعب خالص، وابتدى يخش في اتجاه تاني خالص. فابتدى الموضوع الاداء حتى ما بنكسب احنا مش مبسوطين، الاداء ما كانش نفس مش مقنع زي ما احنا مستنيين اللي هو موجود. فالراجل الفتره اللي جينا نتكلم فيها الفتره الاخيره ديت هو ابتدى يعمل شكل الفرقه، ابتدى يشوف العناصر القوه والضعف ايه الموجوده في الخصم عنده. فعشان كده هو مش غريب، ودي زي ما قلت لك وكابتن هاني عرفها اللي هو الراجل النادي الاهلي لما جه يختار مدير فني. هنيجي الاختيارات يا احمد، وان كان اختيار مناسب في الوقت المناسب. بس معانا على التليفون الاستاذ شريف فؤاد، طبعا المتحدث الرسمي للنادي الاهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا هاني، تحياتي ليك ولسهام ولضيفك الكريم الكابتن احمد ابو مسلم ولكل فريق البيت الكبير وقناه النادي الاهلي. اهلا بيك، منورنا في البيت الكبير وبيتك. كان في اعتقد النهارده كان في اجتماع مجلس اداره للنادي الاهلي، عايزين نعرف من حضرتك اهم القرارات او الخطوات اللي خدها المجلس من خلال اجتماعه النهارده. اجتماع مجلس الإدارة اليوم الحقيقة كان اجتماع مهم، التأم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة منذ عودته كرئيسا لبعثة النادي من المغرب في مباراته أمام الوداد اللي بتتكلموا عنها الحقيقة، ونجح الفريق الأول لكرة القدم في الفوز بها 2-0، وبقي شوط تاني هنا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. كل أمنيات الطيبة لفريقنا بتحقيق الفوز والصعود إلى النهائي بإذن الله. الحقيقة إنه هذا المجلس كالمعتاد بيبدأ دايما بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 11، الجلسة المنعقدة في 11/2020، وأيضا التصديق على محضر المكتب التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10، بالإضافة إلى أنه تم عرض المقترح أو جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها 27-28 نوفمبر المقبل، وتم تكليف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة النشط الحقيقة بإعداد المقترحات وإعداد الكتيب والإعداد اللوجستي لهذه الجمعية، نظرا لخبرته اللي بيتمتع بيها، لأنه أيضا هو اللي رأس اللجنة المسؤولة عن الجمعية والإعداد لها العام الماضي، طبعا مع المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية اللي بتقوم بجهد كبير جدا وبتقدم صورة حضارية دايما في اجتماع الجمعية العمومية. الحقيقة أنه يوم 31/10 بإذن الله طبقا للائحة النادي الأهلي ستعلن البنود وجدول الأعمال الخاص بهذه الجمعية ليتمكن أعضاء النادي الأهلي وجمعيات العمومية من المناقشة يوم 27-28 نوفمبر بإذن الله. أيضا وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج وعضوية المدير التنفيذي العميد محمد مرجان والمستشار الهندسي لمجلس الإدارة المهندس سامح علي كامل لمتابعة إنشاء الجراج في مدينة نصر، وده لنا لي وقفة لو أذنتولي هرجع لها مرة تانية، لكن خلونا أقول القرار التاني المتعلق بموافقة مجلس الإدارة في موقف لافت الحقيقة على ترشيح حنان الزيني، هذه الفتاة المصرية الأهلوية اللي بتتولى مسؤولية اللوائح والتراخيص أو متابعة اللوائح والتراخيص في النادي الأهلي، ترشحها لنيل الحقيقة أول دبلومة في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وده بالتعاون بين المحكمة الرياضية والفيفا، هتتم طبعا أونلاين وربما يكون في جزء منه سفر لسويسرا في حال انقشعت جائحة كورونا. دي كانت أبرز القرارات، لكن الموضوع والشغل الشاغل بقى للمجلس اللي هيشتغل فيه ما يزيد عن 6 ساعات، لك أن تتخيل هاني سهام أنه المجلس بدأ فيه تمام الساعة 5:00 انتهى 11:15 تقريبا، يعني أكتر من 6 ساعات اجتماع. كان إيه الموضوع؟ الحقيقة أنه حضر جانب كبير من هذا الاجتماع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ليعرض آخر
الإنجازات فيما يتعلق بالإنشاءات والجدول الزمني لافتتاح هذه الإنشاءات. لأنه الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يعني في اليوم اللي وصل فيه من المغرب تاني يوم كان في جولة مهمة تفقد فيها الإنشاءات. لو خدناهم بترتيب الحقيقة الزيارة، فهو بدأ بزيارة الشيخ زايد بالأمس مع الأستاذ خالد درندري أمين الصندوق والمهندس محمد سراج والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان وأيضا المستشار الهندسي. الشيخ زايد بيشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة بتتمثل الحقيقة بعد ما تم فتح مجمع البنوك وتقديم خدمة عظيمة لأعضاء النادي في الشيخ زايد. العمل جاري زي ما حضرتك تعلم لإنشاء شهر عقاري، إنشاء المبنى الاجتماعي اللي أوشك العمل فيه أيضا على الانتهاء، إنشاء ملعبين لكرة القدم خاصين بالأكاديمية، مش كده وبس، أيضا في 8 ملاعب سكواش وصالة جمباز بالإضافة إلى دورين بيقولوا عليهم 6 بوصات أو 6 ملاعب للكاراتي. ففي طفرة إنشائية الحقيقة في مدينة في فرع الشيخ زايد للنادي الأهلي، وهناك جدول زمني للانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن طبقا لوعد مجلس الإدارة وفي إطار برنامج عائلة الأهلي. بعد كده توجه الكابتن محمود الخطيب الحقيقة والسادة أعضاء المجلس والمسؤولين إلى أهلي مدينة نصر، وأهلي مدينة نصر كان عنده حظ في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت أنه يعني كان ليه نصيب الأسد من عملية الإنشاءات والتطوير اللي بدأت زي ما أنتوا تابعتوا معانا بالمنطقة الترفيهية وإنشاء حمامات السباحة فيها وتطويرها تطوير كامل جد كبير، بالإضافة إلى المنطقة الفود كورت الجديدة اللي أقيمت على أعلى وأرقى مستوى عالمي الحقيقة في مكان ملاعب التنس القديمة بعد أن تم إنشاء 9 ملاعب تنس جديدة في منطقة أخرى في أرض النادي بمدينة نصر. بالإضافة أيضا أنه الحقيقة الكابتن محمود الخطيب حرص على نقل ملاعب كرة القدم الموجودة إلى مكان آخر لتجهيز أرض يصل مقدارها إلى 33 ألف متر مربع لإنشاء جراج سطحي يسع لألف سيارة. الحقيقة أن الموضوع ده في غاية الأهمية كابتن هاني أستاذ سهام، لأنه مش بس في إطار حرص مجلس الإدارة على تلبية رغبات الأعضاء وتوفير الراحة ليهم وتوفير أماكن لانتظار سيارتهم، لا ده بيتماهى وبيتناغم الحقيقة مع توجه الدولة في إطار تطوير منطقة شرق القاهرة، خصوصا أن مدينة نصر ومصر الجديدة بتشهد عمل دؤوب في كل محاورها وفي كل شوارعها، وبالتالي الشوارع المحيطة بالنادي الأهلي خاصة في طريق النصر وشارع حسن المأمون اللي الحقيقة حصل فيه نقلة ونهضة حضارية. النادي الأهلي أيضا تماهى وتناغم مع هذا الأمر وهو ينشئ الآن أسوار بطول نادي النصر وشارع حسن المأمون، بالإضافة لإنشاء هذا الجراج اللي مقرر أنه ينتهي العمل فيه بعد 6 أشهر، وهناك محاولات للضغط الحقيقة مع الشركة الوطنية المنفذة أنها تنتهي قبل هذا التاريخ. النادي أيضا الكابتن محمود الخطيب الحقيقة بتحرك بنفسه مع الإدارة التنفيذية وقدروا في إطار يعني الحرص على خدمة الأعضاء في الحصول على كل الموافقات من الجهات المعنية والتراخيص اللازمة، في إطار أيضا يعني احترام للقانون وعلاقة طيبة مع كل مؤسسات الدولة. فالحقيقة إنه مدينة نصر بتشهد عمل كبير، وزي ما قلت لحضرتك انه بيرأس اللجنه اللي هتتابع انشاء هذا الجراج المهندس محمد سراج، وعنده خبره كبيره في هذا المجال كعضو مجلس اداره واعد وبارز، ومعاه العميد محمد مرجان كمدير تنفيذي والمستشار الهندسي ايضا المهندس سامح علي كامل. اخر الحقيقه الزيارات او التفقد او العرض الخاص بهذه الطفره الانشائيه كان في الجزيره، المقر التاريخي للنادي الأهلي اللي بيشهد إنشاء الحقيقة بوابة على شارع صالح سليم المعروف سابقا بالجبلاية أمام المرسى. البوابة الحقيقة في يعني غضون أسابيع سيتم افتتاحها بشكل راقي في إطار البراند أو توحيد الأسوار وبوابات النادي الأهلي بشكل إلكتروني، أخذت أيضا بأسباب التقدم وبما يليق بأعضاء النادي الأهلي، لأنه مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة كابتن هاني برئاسة الكابتن محمود الخطيب واضع نصب عينيه من أول يوم تولى فيها المسؤولية في ديسمبر 2017 هو الانتقال بالنادي الأهلي فعلا إلى مصاف الدول، المصاف الأندية العالمية، مش بس في مجال الرياضة وكرة القدم والألعاب الرياضية اللي محقق فيها نجاحات كبيرة، ولكن على مستوى الإنشاءات ومستوى الخدمي سواء اجتماعيا أو ثقافيا أو حتى
صحيا، لانه في النهايه النادي الاهلي هو اسره، اسره مكونه من اعضائه، من جمهوره، من اعضائه الرياضيين، ومن العاملين فيه ايا كانت درجاتهم الوظيفيه. وعلى الرغم من الظروف الاقتصاديه للعالم كله بيمر بيها، وانه كتير من المشاريع تراجعت في كتير من المؤسسات، الا انه النادي الاهلي كان على العهد الحقيقه، واستطاع بشكل يعني يستحق التحية والتقدير انه يوفر موارد من طرق مختلفة ليواصل تنفيذ هذه الخطة الطموح في مجال الانشاءات في الفروع المختلفة. ازيدك من الشعر بيتا، وده موضوع مهم كمان، موضوع الفرع الرابع وهو التجمع الخامس. الحقيقة انه التجمع الخامس لما اعلن عن فتح باب الاشتراك فيه سنة 2018 اسند قبل شهور قليلة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي بتتعاون مع النادي الأهلي في العديد من المشروعات. الخبر السعيد اللي زفه المهندس سامح كامل النهاردة، وكان الكابتن محمود خطيب حريص على مناقشته في كل تفصيلة، هو أنه 80% من البنية التحتية للخمسين فدان اللي هي مساحة المقر الرابع في التجمع الخامس انتهت تقريبا، وبالتالي المرحلة الأولى من المفترض إن شاء الله أنها تسلم في يونيو المقبل، يعني بعد 8 شهور أو 9 شهور من الآن. والمرحلة الأولى بالأساس بتمثل 70% من إنشاءات فرع التجمع الخامس، يبقى إن شاء الله في غضون 8-9 شهور النادي الأهلي هيكون عنده فرع رابع بيشار ليه بالبنان في القاهرة الجديدة في منطقة النوادي في التجمع الخامس، ويستطيع الأعضاء اللي اشتركوا في هذا الفرع ان هم يمارسوا رياضتهم ويزوروا الفرع ويستمتعوا به. ولكن حتى يتم ذلك الأمر مجلس الإدارة كان حريص الحقيقة على انه يصدر بطاقات عضوية مؤقتة للأعضاء المشتركين في التجمع الخامس فرع القاهرة الجديدة، وكمان يستخرج ليهم تذاكر مخفضة. مش بس كده، لا، استمرار العمل بقرار مجلس الإدارة السابق زي ما اتعمل قبل كده مع الشيخ زايد، انه ابناء هؤلاء الاعضاء يقدروا يشتركوا في الاكاديميات المختلفة في فروع النادي الاخرى، يعني سواء في الجزيرة او في مدينة نصر او في الشيخ زايد، بنفس رسوم الاعضاء العاملين، ويمارسوا الرياضة ويدخلوا هذه الأكاديميات، وكمان يدخلوا النادي دون تذاكر، فقط بإيصال الاشتراك ليستمتع ويمارس الرياضة كعضو جديد من عائلة النادي الأهلي، وحتى يتم الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخامس. الحقيقة إنه هذه الخطة الطموح زي ما ذكرت لحضراتكم ولجمهور النادي الأهلي العريض اللي بيشاهد قناة النادي الأهلي، هي قضية يعني عايز أقول أنه ركن ركين وعمل دؤوب على مدار الساعة لمجلس الإدارة، هدفه تقديم خدمة متميزة لأعضاء النادي رياضيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا وتعليميا. والمجلس الحقيقة لا يألو جهد في هذا الإطار، ألزم نفسه ببرنامج انتخابي طموح. عايز أقول لحضرتك أنه معدل تنفيذ هذا البرنامج فاق بمراحل الخطة الزمنية، وبالعكس كان هناك مشروعات أخرى لم تكن مدرجة في جدول الأعمال أو في الخطة اللي يعتزم النادي الأهلي تطبيقها ومجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي الحقيقة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ولأسرة النادي الأهلي أن تفخر بهكذا مجلس يعمل لخدمة أعضائه، مش بس في اهتمام باللعبات الرياضية المختلفة وكرة القدم في الأساس، مع أن كرة القدم احنا معنا 2 لعيبة كرة قدم في الاستوديو دلوقتي، هي أساس كل نجاح، وزي ما بنقول هي مصدر السعادة لجمهور وأعضاء النادي الأهلي. أنا فاتني كمان على ذكر الألعاب الجماعية أني أقول لحضرتك أنه بيتم تشطيب الدور الثاني من استاد مختار التتش المدرجات، علشان يكون فيها جيمنازيوم وقاعة محاضرات وتدريب وغرف خلع ملابس لأعضاء الفرق الرياضية الجماعية زي السلة والطايرة واليد وغيرها، أسوة بالفريق الأول لكرة القدم اللي يعني قبل عدة شهور تم افتتاح كل هذه القاعات الخاصة به في الدور الأول من المدرجات. وبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي يسابق الزمن من أجل العمل على راحة أعضائه وتقديم خدمة متميزة فعلا تضعه في مصاف الأندية العالمية، زي ما هو متفوق رياضيا يكون أيضا متفوق في كل المجالات. بنتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم في مباراة القادمة أمام الوداد، مباراة الإياب، ومن ثم إن شاء الله بإذن الله توفيق في المباراة النهائية.
شكرا معاكم لو في اي استفسار. شكرا ليك يا دكتور. انت يا دكتور ما سبتلناش ان احنا حتى نستفسر يعني، فبنشكرك جدا. أنا جاوبت أنا على عايزة كل عايزه طبعا عايز اقول له حاجه طبعا دكتور شريف، احنا طبعا متابعين وكنا لسه قبل ما ناخدك على الهوا كنا بنقول ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يعني عنده اتنين جمعيه عموميه، جمعيه عموميه اللي هم اعضاء النادي الاهلي في ان شاء الله الاربع فروع، وكمان اعضاء الجمعيه العموميه الاكبر جماهير النادي الاهلي. فكابتن الخطيب بيقوم بدور ومجلس ادارته بيقوم بدور هايل، وجوده في المغرب على راس البعثه ووجوده وسط اللعيبه ده اهتمام. لكن كمان اول ما رجع بيوم من المغرب بعد رحله طويله جدا، لا ده كمان بيشوف كمان الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه اللي داخل اسوار فروع النادي الاهلي كلها والانشاءات العظيمه اللي بيقوم بيها مجلس الاداره. وكمان المهم جدا اللي قلته يا شريف انه المواعيد، انت بتتكلم على تحديد مواعيد معينه المجلس مرتبط بيها، والجزء الثاني في ظروف كورونا والظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله قادر النادي الاهلي انه بينشئ وبيحط يعني بنقول حجر كبير جدا جدا لتطويره على المستوى الانشائي. فانا بضم صوتي لصوتك وشكر المجلس اداره. اتفضل يا شريف. اتفضل. انا بشكرك وبثني على كلامك ومتفق معاك في كل كلمه الحقيقه هاني. احنا شهادتنا في حق الكابتن محمود الخطيب هي شهاده مجروحه بكل تاكيد، لكن يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لازم نقر ونقول انه هذا الرجل مش بيتفانى بس عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي وتوفير ان شئنا القول يعني كل ما يحتاجه الفريق الاول لكره القدم، مش عايز اقول لبن العصفور يعني، لا كمان حريص على خدمة أعضاء النادي الأهلي بشكل كبير جدا، وهو يبذل من وقته ومن جهده ومن صحته ومن أعصابه الكثير من أجل رسم بسمة الحقيقة على شفاه جمهور النادي الأهلي وكل المنتمين لهذا النادي. دي كلمة حق لازم نقولها في حق الكابتن محمود الخطيب حتى ولو كانت شهادتنا فيه مجروحة. ومجلس إدارة يعمل بتناغم بقيادة هذا الرجل الخلوق من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. وده شايفينه على الارض على نياتهم يرزقون زي ما بنقول يعني. ده شايفينه صحيح. على الارض. وتحياتنا للكابتن محمود الخطيب طبعا اللي بالحقيقه بيعمل يعني على كل المستويات، سواء على المستوى الخدمي بالنسبه للاعضاء واعضاء الجمعيه العموميه، وايضا على مستوى النشاط الكروي، وطبعا بياتي على راسها كره القدم ان شاء الله. زي ما انت قلت بنتمنى ان احنا نتوج بالبطوله دي، بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله. بشكرك جدا يا دكتور شريف. شكرا لك يا شريف. وتشرفنا بكره. والف مبروك للزميله حنان برضو عشان هو يعني عايزين برضو ان احنا نهنيها. حنان الزيني ده موضوع حنان الزيني. طبعا احنا عايزين نقف يعني عنده الحقيقه، وانا اتمنى انك تنحازي ليها يا سهام. يعني حنان يعني الحقيقه فتاه مصريه جميله، انا عارفه ان هي ممتاز وعندها خبرات كبيره وعشان كده مجلس الاداره واقف في ظهرها يعني. دي حقيقة. سوصل لنا كمان تحياتنا ليها إن شاء الله، بتكون هي شايفانا دلوقتي وبنقول لها ألف ألف مبروك وشكرا ليك جدا يا شريف. شكرا ليك. شكرا طبعا شريف. طبعا السادة المشاهدين عشان ما فيش وقت وإحنا لازم طبعا يعني عندنا بعد شوية فقرة مهمة جدا، فقرة خط أحمر مع زمايلنا محمد فارس وأحمد أسامة. بس نرجع تاني كابتن أحمد أبو مسلم، معلش طولنا عليك شويه بس كنت طبعا كان لازم نلقي الضوء يعني. ان كان في اجتماع مهم جدا بعد طبعا الجوله التفقديه الكابتن محمود طبعا عملها من امبارح للنهارده، من وقت وصوله من المغرب لحد النهارده كان في التتش، وكان زي ما احنا كنا بنعرض لحضراتكم بالصوت والصوره النهارده او بالصوره، فده كان لازم نسلط عليه الضوء لان الاجتماع على فكره لسه خلصان من شويه يعني. الاجتماع خلص وشريف انضم معانا على طول بعديها علشان يقول ابرز القرارات اللي طلع بيها النهارده مجلس الاداره. نرجع تاني للحماسه اللي هيكون او المتوقعه من فرقه الوداد، الحماسه الشديده. عايزه توجه كلمه للعيبه ازاي يتعاملوا مع هذا الحماس المتوقع من الوداد في الذهاب ان شاء الله، مباراه الذهاب الاياب في العوده. ذهاب ايه خلصت وخلاص مش عايزين نرجع لورا تاني ان شاء الله في الاياب باذن الله. لا اكيد نتمنى طبعا ان شاء الله التوفيق. الماتش اللي جاي اكيد زي ما قلنا هيبقى فيه ضغوطات كبيره جدا على فريق الوداد، هو عليهم ضغط كبير جدا. احنا بالعكس احنا عندنا هيبقى فيه ارتحيه شويه وعندنا خبرات اللي تقدر تتحكم
في سير اللقاء. فنتمنى طبعا التوفيق في الماتش يعني. ولعبه النادي الاهلي مش غريبه عليها المواقف دي والظروف ديت، فهو هيبقى مضغوط اكتر منك، فلازم على الاقل في الماتش ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه بهدوء برضك، مش بسربعه ما نجريش معاهم او ما نجرفش وراهم. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا احمد، ان برضو لازم ناكد عليها شويه، ان ممكن جدا احنا ان شاء الله يكون التفوق على المستوى الفني يكون اعلى. خلينا نتكلم بكل امانه، لازم الاول تحافظ على شباكك بشكل كبير، مش انك طبعا تلعب مدافع، لكن انا في رايي ان انت لو سجلت كمان هدف في اول مباراه او خلال الشوط الاولاني دي هتديك اريحيه كبيره جدا، وتبدا تلعب يعني تلعب باريحيه كبيره يعني خلاص. لكن النقطه اللي انت اتكلمت عليها ونقطه مهمه جدا، ان هو ما يجركش لسكته اللي هو حته العنف مثلا، حته انه التحكيم نفسه ممكن يكون في احتكاك بلعيبه، ممكن جدا يخرج كده كده يعني ان شاء الله باذن الله مش موجود في النهائي، فيقول لك لا انا خسر النادي الاهلي لعيب لا قدر الله باعتراض او باصابه. فالامور دي كلها يعني انت شايفها ازاي، وتقول لعيبه النادي الاهلي ايه عليها يعني. ما احنا بنتكلم يا كابتن لازم يكون عندهم هدوء طبعا في سير الجيم يعني. ما حدش ما نندفعش زي ما قلنا في اول اللقاء، مش هندافع زي ما احنا حضرتك بتقول، لا طبعا الاهلي عمره ما يدافع، بس احنا بنتكلم عندنا حذر في اول سير اللقاء بالذات. هو هينزل يبقى ضاغط عليك بشكل كبير جدا، عايز يقدر يجيب اكبر عدد من الاهداف او يحاول يضغط عليك بشكل كبير. فلازم طبعا اول ربع ساعه دي يبقى عندنا هدوء شويه، عندنا تماسك بالذات، احنا عندنا سرعات بشكل كبير، الراجل بيقدر يعمل هجمه مرتده وده اسلوب لعبه كان عامله مع سان داونز وجاب فيه اهداف كتير جدا، فنقدر نشتغل على النقطه دي بشكل كبير. هو نازل هيبقى فاتح خطوطه عايز يقدر يجيب اهداف، فنقدر نستغلها بشكل كبير جدا. فنتمنى طبعا الماتش يكون يعني التوفيق يكون حليفنا، بس اهم حاجه بحذر لعيبه ما ننجرفش ورا التحكيم او ورا العنف او ورا اي حاجه، عشان انت اقوى منه فهو يحاول يخرجك بعيد عن تركيزك وعن شعورك وعن كل حاجه. هو عارف عايز ينقصك اي حاجه عشان يقدر يدخلك في بلغه الكوره كده، بلغه الكوره كده يلبسك انذار في طرد يعني. طبعا يعني هو عايز يعمل كده، وهم حريفه في موضوع لما بتاع التحكيم كمان بالذات يعني، يقدروا يضغطوا على الحكم، وهتلاقي الدكه بتاعتهم بتجري على الحكم، هتلاقي في حاجات سيناريو هم يعني هم شطار في الحاجات دي يعني. طيب من الحاجات الفنيه بتقول ممكن يعتمد لو كل النتيجه ما هتبقى 0-0، اعتقد تبقى الامور بالنسبه لنا افضل كتير، وهو كمان هيبدا يضغط بكل خطوطه. بنتكلم على الاوراق اللي ممكن يلعب بيها موسيماني من خارج الملعب، بتكلم على دكه النادي الاهلي. كان موجود وليد سليمان طبعا، موجود احمد الشيخ، وكان موجود بادجي، وكان موجود احنا بنتكلم دلوقتي على كهربا كمان. كهربا النهارده في التدريب الاساسي او في التدريب الجماعي مع الفرقه بيدي ضوء اخضر انه وارد ان هو يكون له دور يعني. انت شايف دور كهربا ممكن يكون امتى، هل يبدا بيه لو جاهز، او يكون له دور في الشوط الثاني يعني؟ لا انا شايف راجل مش هيقدر يعني نفس التشكيله، مش هيجازف وهيشتغل نفس السيناريو اللي موجود فيه نفس اللعيبه. هو ممكن يكون وليد سليمان ممكن الشوط الثاني هيبقى ليه دور كبير، هي ممكن ننزله على حساب مثلا لو حسين الشحات او حد مش موفق. هي دي النقطه بس اللي فيها اختلاف. امال اللي هيمشي بالراجل نفس السيناريو ونفس الادوات اللي هو شغال بيها، مش هيقدر يعمل بذات تغيير في التشكيل بشكل كبير، مش هيقدر يعمل كده. لو عندنا بس ممكن ألو ديانج ان شاء الله يكون مميز، ما عندوش اي مشاكل او عنده حاجه، وهو عنده كمان انذار، هيبقى حمدي فتحي زي ما نزل برضك هيبقى. طب يبدا بديانج ولا يبدا بعمرو السوليه وحمدي زي ما نهى يعني؟ هو بدا بعمرو وديانج ونهى المباراه بحمدي وعمرو. ما دي يا كابتن احنا دلوقتي احنا مش عارفين هي دي اصابه عضليه او هو ممكن وجهه نظره ايه، او خايف ياخد انذار تاني. لا هو ما عندوش اصابه، هو فممكن هي دي ترجع له. هو عارف اقوى حاجه، عارف حاله اللعيبه اللي عنده ايه، الموافق ايه بالظبط. وحمدي لما نزل الماتش اللي فات كان من الناس المميزه جدا. قالوا ديانج خلي بالك كابتن بقاله 4-5 ماتشات استهلك، بيجري كتير جدا، من احسن اللعيبه الموجوده، عنده حاله فوقان بشكل كبير جدا. فممكن يكون هو بيريحه يعني نوعا ما، الماتش دوت خلاص طمن، كسبنا 2-0، فيقدر يدي حمدي عشان ممكن الماتش بتاع هنا بتاع القاهره. فهو راجل عنده كذا حل يعني، عنده كذا حلول بيقدر يشتغلها بشكل مختلف. هو كابتن محضر من زمان، والسيدهات بتاعت النادي الاهلي شكلها كانت عنده بقالها فتره. فهو داخل على الفرقه مش غريب، داخل بيحط فرق المباراتين اللي لعبهم مع المقاولين وبيراميدز، فرقت النهارده في مشواره في البطوله دي؟ اكيد طبعا. هو راجل عنده الشكل جامد او سيناريو، في لعيبه قدام النادي يعني، من النادي الاهلي لعبت قدامه في البطوله بتاعه الافريقيه ولعبت منه كذا مره، فهو عارفهم وحافظهم. فالماتش طبعا لما تخش انت قريبه من الحدث او قريبه من اللعيبه، هتقدري تطلعي بشكل كبير المميزات والعيوب اللي غير بتشوفيها في اللقاء بس. فهو الراجل ابتدى يحط بشكل كبير ايديه على 90% او نقول 80% بالقوام الاساسي اللي موجود، اللي هو يعتمد عليه الفتره اللي جايه. القوام الاساسي اللي هيعتمد عليه الفتره اللي جايه، واحنا لو بنتكلم على الفتره الجايه بنتكلم ان شاء الله لغايه النهائي، ناقص لنا مباراه في الدوري. تفتكر
ان شاء الله يتوج النادي الاهلي بالبطوله ويبقى موسيماني. بيفكر كمان بقى في الموسم اللي جاي، احنا في بعض اللقاءات اللي وانا كان ليا لقاء معاه كان بيتكلم ان النادي الاهلي نادي كبير وبيكسب، بس هو كمان عايز يبقى شكل افضل في الاداء، يعني يعمل المعادله الصعبه تكسب نتيجه واداء، وهو بيعتمد بشكل كبير على السرعات. تفتكر انه ممكن في تخيل موسيماني انه هو محتاج بعض السرعات الاماميه، يعني محتاجين مثلا جناح يمين او جناح شمال خلال الفتره اللي جايه عشان يبقى يطبق بيها الفكر التدريبي او السيناريو او اسلوبه التكتيكي جوه الملعب؟ طبعا يا كابتن، هو راجل ذكي جدا، هو شايف الادوات المتاحه دي دلوقتي، اللعيبه الموجوده دلوقتي هيقدر يعدي بيهم المرحله ديت، وبعد كده من اول الموسم زي ما احنا شفنا هو جاب مدرب التالت بتاعه، هو عايز يشتغل كل حاجه، هو التيم ورك بتاعه بيقدر يشتغل. انت عارف حضرتك احترفت بره واحنا قعدنا بره، كل البدني لمدرب، الخططي هو بقى مع الراجل، الدفاعي بقى مع مدرب تالت، فهو الراجل شغال على المحاور كلها موجوده. بس طبيعي اللي هي الفتره ديت عندنا اصابات موجوده، وعندنا لعيبه لسه راجعه من ايقافات كهرباء، وفي لعيبه كتير ما لسه ما دخلتش في التوب فورم بتاعها، فطبيعي الراجل واحده واحده هيبتدي يشتغل، بالذات هو كابتن عنده اسلوب زي ما احنا بنتكلم بيعتمد على السرعات، وحصلت لما لعبنا قدام النادي الاهلي حصل فيه بردك ثغرات لما كان بنلعب قدامه كان بيقدر يستغلها بشكل كبير. يعني هو مثلا عنده عايز سرعات زي جيلاردو كده، لو جيلاردو نفس الكلام فايق بشكل كبير الراجل كان ممكن اشراكه يمكن في المباراه هو ده اسلوبه، في جزء من المباراه يعني هو ده اسلوبه، اللي هو بيعتمد على السرعات ديت، بيعتمد على حد ينقلك من خط الدفاع الهجومي باقصى سرعه، فدي من ضمن مميزات الراجل. انا شايف الفتره اللي جايه هيبتدي بس نعدي ان شاء الله بطوله افريقيا، ويقدر هو يجيب الادوات اللي عنده ويقدر يشتغل بالسيستم اللي هو بيتكلم فيه. بس هو راجل عارف امكانيات النادي الاهلي وعارف الفتره اللي هو جاي فيها هيقدر يشتغل بمين، فهو ده اللي بيقدر يحافظ عليه. يعني هو راجل عنده تجربه كبيره في افريقيا طبعا، فدي نقطه اللي هي من ضمن الناس بنتكلم فيها، اللي هو الوقت دوت الوقت بتاعه، اللي هو لامن بكل حاجه في الفرقه قريب. فدي اختيارات من النادي الاهلي اللي هو يجيب حد بالعربي كده بلغه الكوره موجود في المطبخ يعني. اكيد تابعت مباراه الوداد، ايه اكتر اللعيبه اللي لفتوا نظر احمد ابو مسلم وممكن يشكل خطوره في المباراه اللي جايه في الاياب؟ والله يا كان في لعيبه مميزه، بس مش نوعا ما مش الطب اللي احنا بنتكلم فيها، وما فيش الا بدر اللي هو راجل مساك شويه، كورته عاليه شويه، وراجل بيعمل حاجات يعني بيقدر يقف الكره تطلع من رجله صح، بيقدر يباصي بشكل كويس. بس اذا جينا نتكلم توتال، لا التوتال مش قوي، مش الرجاء، مش قصدي مش الوداد اللي احنا بنتكلم عليه او اللعيبه المميزه اللي احنا بنتكلم عليه. النادي الاهلي بتفوقه في الخطوط الهجوميه والدفاعيه ومنتصف الملعب كان شكلين احسن بكتير، فهم ما بنوش عشان كده. النادي الاهلي كان افضل في كل اللقاءات، يعني كل الدقايق الموجوده في اللقاء. يعني الوصول للمباراه النهائيه، وزي ما بنقول ان شاء الله النهائي كده كده موجود في مصر، اتمنى تلعب الاهلي يلعب قدام الزمالك ولا قدام الرجاء؟ لا طبعا نتمنى طبعا في الاول والاخر المكسب النادي الاهلي، بس نتمنى ايوه قول لي يعني انت العب قدام الزمالك. تلعب قدام الزمالك؟ طبعا قدام الزمالك. وخلي بالك كابتن القرار كتير لما احنا كنا موجودين، القرارات كنا بنلعب في بطوله افريقيا كتير، قررنا لعبنا مع الزمالك كذا مره، فنتمنى طبعا ما فيش اي مشكله. يعني هي مشكله كلها في الاول والاخر احنا عايزين الدوري يكون يعني البطوله دي كلها تبقى موجوده على ارض مصر، ما تطلعش ان شاء الله وتبقى من نصيب النادي الاهلي التاسعه اللي احنا كلنا نتمنى ان اللي تبقى موجوده يعني. ان شاء الله باذن الله تكون البطوله التاسعه. ويعني انت كنت بتتكلم كمان على جزئيه هاخد رايك فيها سريعا، ان دلوقتي يعني المغرب بالذات بيبقى ليها صوت جوه الاتحاد الافريقي، ويعني دي حقيقه كابتن، دي ليها قوه طبيعي عندها قوه. تفتكر وموضوع التحكيم احنا ايه رايك الاول في تحكيم المباراه، مباراه الوداد والاهلي، كان انت شايف التحكيم كان ماشي ازاي؟ لا التحكيم كان كويس جدا، خلي بالك هايل. خلي بالك كابتن كمان في نقطه يعني الناس مش واخده بالها منها، لو في جماهير في الملعب التحكيم هيتغير، يعني التحكيم بيعملوا عليه ضغط وبريس جامد جدا. فالتحكيم من ضمن عناصر اللعبه اللي هو ما كانش فيه جماهير كتير، انت عارف جماهير المغرب الدنيا بتضغط على الحكم، ممكن تاثر على قرارات الحكم. الحكم انت عارف الافارقه طبعا الموضوع بيبقى عنده مختلف شويه، واحنا خلي بالك كابتن حصلت معانا هنا الماتش بتاع الترجي لما كنا موجودين هنا، لما رحنا هناك هم حضروا السيناريو ازاي، يعني عملوا السيناريو ازاي واظهروا توقف ازاي والشغل ازاي، فهم يعني هم مميزين في الحاجات دي. وكل ده خلي بالك يا احمد كل ده ملوش اي اثر وبيتحط عليه اكس كده لو انت جوه الملعب، انت موافق جوه ال 90 دقيقه بتادي وبتكسب بالذات يا كابتن، انت اول خمس دقايق جبت هدف خلاص اللقاء بقى بتاعك، السيناريو بقى بتاعك، فان شاء الله احنا اقوى الحمد لله، واحنا افوق، واحنا اللياقه البدنيه بتاعتنا اعلى، واحنا التركيز بتاعنا اعلى، والطموح
اللي عند لعيبه النادي الاهلي اللي انا شايفه في الماتش اللي فات او الحاله العامه من ساعه ما الراجل عثماني مسك اللعيبه كلها فايقه، اللعيبه كلها عايزه تموت نفسها، فدي حاجه مميزه نستغلها ان شاء الله الماتش الجاي. عوده الجماهير او غيابه النهارده في السيمي فاينل، ممكن ان شاء الله يعني في محاولات النهارده انه النهائي يكون بعدد محدود من الجماهير، بس مبدئيا غياب الجمهور اكيد بيأثر بشكل او باخر على اداء الاهلي. اكيد طبعا النادي الاهلي الجماهير دي كانت نمره واحد على طول في ظهرنا على طول يعني في عز اللقاءات، وخلي بالك جماهير النادي الاهلي في وقت الصعب قبل الوقت المكسب، يعني في الوقت الصعب اللي انت محتاجاك فيه زي في التمرين مثلا في مختار تيتش موجودين بيأزروك الماتش كله في عز الظروف اللي انت عندك صعبه. مزبوط. فنتمنى طبعا هي مصدر القوه بتاعتنا، فنتمنى ان شاء الله، انا كنت سامع تصريحات اللي هو بيقول 10,000 متفرج. أيوة. فنتمنى ان شاء الله تطبق طبعا مراعاه للتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه اكيد نتمنى الحاجات دي كلها موجوده، بس نتمنى ان شاء الله يبقى دي قوه لينا ودي مصدر القوه للعيبه النادي الاهلي كلها الجماهير، فنتمنى ان شاء الله نشوفهم في الملعب يعني. وخاصة حافز كمان كبير جدا، ده الحوافز موجود عند النادي الاهلي من زمان ايا كان، حتى لو النهائي هيكون في الكاميرون لكن كمان النهائي في مصر، ودي كمان اعتقد شيء ايجابي وتحفيزي اكتر يعني. التحفيز موجود، لكن لما تكون المباراه النهائيه كمان في بلدك ايا كان مين المنافس، فدي كمان بتديك انطباع انك لا يعني ان شاء الله البطوله قربت بشكل كبير يعني. واحنا كابتن قادرين، الدوله قادره ان شاء الله اللي هي تقدر توفر حاجه زي كده، ونتمنى ان شاء الله يكون الدوري البطوله ديت ان شاء الله تسعى، نتمنى احنا كلنا طموحنا وكلنا عندنا ثقه في اللعيبه وكل المنظومه الموجوده في النادي الاهلي، زي ما حضرتك شايف الطفره موجوده في الطفره في البنيه التحتيه في النادي الاهلي موجوده، ومجلس اداره بيسعى، كابتن محمود الخطيب في عز الفتره اللي فيها تعب بيقدر يساند بيعمل سبورت للفرقه، فالناس كلها بتعمل او بتخدم النادي الاهلي في جميع الاماكن الموجوده بغض النظر عن اي حاجه، فاحنا نتمنى ان شاء الله تبقى هي دي البطوله بتاعتنا اللي احنا نديها المؤمن زكريا وان شاء الله نفرح ونقول للمجلس الاداره نقول له شكرا على الفتره اللي فاتت كلها، فنتمنى ان شاء الله التوفيق الفتره اللي جايه. اكيد ان شاء الله باذن الله يعني كلنا نتمنى التوفيق. وحاقب بس كمان على موضوع مجلس الاداره، رغم يعني كان في بعض التحديات الكبيره والكورونا والظروف الاقتصاديه، وشايفين مجلس اداره النادي الاهلي بهذه الطفره في الانشاءات وبالجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه وفرع، وده مهم كمان ان التجمع الخامس فرع التجمع شهور. الخامس 8 شهور ان شاء الله شهور ويتسلم كمان، فده اضافه كبيره جدا جدا لجماهير النادي الاهلي والاعضاء الجمعيه العموميه، وتتويج كمان لمجهود مجلس الاداره يا احمد. طبعا يا كابتن انا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي او كنت موجود من ضمن لعيبه النادي الاهلي، لما بشوف الفرع الرابع ان شاء الله بعد 8 شهور في زي ما انت حضرتك الاحداث العالميه دي عملت خسائر بالمليارات والملايين في الوسط الرياضي بالذات كمان في العالم كله، فبنتكلم النادي الاهلي الحمد لله ما تاثرش، النادي الاهلي ثابت، النادي الاهلي الناس كلها شغاله بهدوء، ودي ثقه النادي الاهلي بمجلس اداره واللعيبه، ما بتسمعيش حد خارج عن النص، الناس كلها شغاله في منظومه متكامله، فده اللي بنتكلم فيه، ده النادي الاهلي وده مجتمع النادي الاهلي وده البيت الكبير اللي موجود في النادي الاهلي. طبعا احنا بنشكرك جدا جدا، ان شاء الله نتقابل على خير بعد ما يتم ان شاء الله تتويج النادي الاهلي بالبطوله ان شاء الله، البطوله الافريقيه اللي كلنا باذن الله منتظرينها، وان شاء الله النادي الاهلي قادر او فريقنا فريق النادي الاهلي قادر على انه يحققها باذن الله ويسعد جماهيره. نورتنا يا احمد، نورتنا يا جماهير، سعيد طبعا معانا وبتنورنا في البيت الكبير، ربنا يخلي حضرتك. شكرا ليك. ميعادنا مع فقره خط احمر في البيت الكبير مع زمايلنا اللي بيشرفونا دايما كل يوم ثلاثه، محمد فارس واحمد اسامه، اهلا بيكم. اهلا بيك يا اسهام، اهلا بيك يا كابتن هاني، وحلقه كانت ممتعه جدا، نتمنى ان شاء الله نكمل على كده باذن الله. اهلا بيكم طبعا، تعودنا كل يوم ثلاث نكون معاكم، واهلا طبعا بالكابتن احمد ابو مسلم، وان شاء الله تكون فال حسن عشان شاركت في بطوله 2001 اللي كانت صعبه، ان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر ان هو يحسم البطوله دي، لان بالفعل فريق النادي الاهلي هو الاقوى، وان شاء الله النادي الاهلي يستحقها. يا رب ان شاء الله. عندكم ايه النهارده ان شاء الله؟ هتقدموا لنا ايه؟ حاجات كتير ان شاء الله. عايز الحق اروح البيت عشان اتفرج. عندنا ضحايا كالعاده يعني عندنا ضحايا كالعاده. يلا بالتوفيق ليكم، بالتوفيق ليكم ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا سهام، وان شاء الله باذن الله تستمتعوا بحلقه كويسه من الاهلي خط احمر. شكرا ليكم، احنا بنشكر طبعا مشاهدينا مشاهدي البيت الكبير، هنسيبكم دلوقتي مع زمايلنا محمد فارس واحمد اسامه، واحنا باذن الله نتقابل بكره على خير من 10 لواحده في البيت الكبير. طبعا حلقه مهمه فارس، لا صوت يعلو فوق صوت النصف النهائي، لكن هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا، اوعى تروحوا في اي مكان، وخلاص زي ما تعودنا سيب موبايلك
الاهلي خط احمر. نطلع فاصل. ورجعنا لكم وفقرتنا الاولى في الاهلي خط احمر. يمكن بعد مباراه الذهاب يا اسامه في لقاء سان داونز كنت قلت هنا جمله، قلت لا تتعلق بنصف حلم ولا تتعلق بنصف امل. دي كلمات رائعه لجبران خليل جبران، وهو ده الموقف قدام الوداد، وهي دي فكرتنا بالظبط. احنا مش هنقبل بنصف النهائي ان شاء الله، لن نقبل هذه المره سوى بالبطوله. الاهلي قدم مباراه رائعه، كل الاجواء كانت مهيئه لمباراه هي من صفات الاهلي البطل اللي بجد يا اسامه. في المباراه دي كل جمهور الاهلي كان عنده احساس انه بيشوف الاهلي اللي ما شافوش بقاله سنين، على مستوى الشخصيه، على مستوى الروح، على مستوى الاصرار، على مستوى لاعب خرج كل حاجه عنده، مش لاعب واحد، الفريق كله كان بيفكر بالعقليه دي. وعشان كده الاجواء دي والثقه دي ان شاء الله تكون مفتاح الفوز يا اسامه في المباراه الثانيه كمان باذن الله. مفتاح الفوز، وطبعا بترسل طمانينه لجماهير النادي الاهلي، ولكن طبعا الكوره ما فيهاش اي حاجه مضمونه. دايما بنلعب على فكره ان خلاص ننسى نتيجه مباراه الذهاب ونركز في مباراه الاياب. مباراه الجمعه لا تحتمل اي تهاون او اي استهتار. احنا كسبنا جوله لكننا لسه ما صعدناش. الصعود الرسمي ان شاء الله يكون يوم الجمعة، وبإذن الله نكرر الفوز على الوداد عشان نعمل نتيجة إيجابية ونفوز ذهاب وإياب في نصف النهائي، يدينا دفعة قوية جدا بإذنك يا رب إن شاء الله في المباراة النهائية. عايزين نقول إن كان في اختبار حقيقي لاعبي النادي الأهلي، خاصة وبعد تعيين سيكازوي حكم المباراة بدأت كلام كتير عن فكرة تاريخ الحكم ده. وكنا دايما بنقول المعادلة الصعبة ازاي تضغط على الحكم وفي نفس الوقت تعزل لعبتك وتخليها تركز في المباراة تماما. ده بالظبط اللي حصل. لعبت النادي الاهلي قمة التركيز، المدير الفني قمة التركيز، وطبعا انا بشوف تغيير ديانج تغيير راجل فاهم كويس قوي اجواء المباراة بعد الانذار اللي في بداية أول ربع ساعة وركلة جزاء اللي كان فيها 50% 50%. فموسيماني على طول قال أسحب ديانج، لأن طول ما أنا بلعب 11 أنا ليا اليد العليا. وده اللي حصل واللي طبعا هنتكلم فيه وهنستعرضه من خلال أرقام وحاجات وإحصائيات في المباراة فارس. لكن مهم جدا كنا نأكد أن مباراة الصعود هي مباراة الجمعة وليس المباراة اللي كانت في الدرب خالص. إحنا قلنا لن نتعلق بنصف أمل، ودي فلسفة النادي الأهلي طول عمره في بطولاته وفي مواجهاته وشخصيته. بس عايز اقول لك حاجه كمان بمناسبه موضوع تغيير ديانج. بص يا اسامه، المدير الفني زي ما هو طبعا قاري الجيم كويس قوي فخد قرار زي ده، في حاجه كمان مهمه ان هو عارف ان عنده بره لاعب بالكواليتي قريب جدا اللي هو حمدي فتحي. ما تقدرش تحس فرق لو انت عملت بالظبط. خلي بالك دي برده من صفات الفرق الكبيره، وصعب جدا انك تخرج ديانج وتنزل حمدي فتحي تقريبا كل الواجبات اغلب الادوار بنفس يا اسامه الطريقه وبنفس التركيز وبنفس التمركز. فانت ما حسيتش وانت بتتفرج ان في حاجه حصلت، حسيت ان الفريق واخد نفس الطريقه ونفس الشكل. بس كمان عندنا حاجه الاهلي عملها مهمه جدا، وزي ما قلنا يا جماعه الاهلي وجد في كره القدم الافريقيه عشان يكسر كل القواعد ويحقق كل الارقام تقريبا. يا اسامه لو حاولنا نتكلم في اي ارقام هتلاقي الاهلي هو اللي واخد الرقم ده، ارقام استثنائيه. كمان الوداد كان عامل رقم حوالي 4 سنين و20 يوم ما بيخسرش على ملعبه، ما بيخسرش في المغرب، ومع ذلك كانت خسارته الاخيره قبل المباراه اللي هي بتاعه النادي الاهلي دي كانت برضو على ايد النادي الاهلي. ويجي النادي الاهلي للمره الثانيه بيحقق فوز على الوداد. وهنا يا اسامه حاجه احنا اتكلمنا فيها، شخصيه الفريق ده اللي بتتكون زي ما قلنا في مباراه الهلال، وزي ما اتكلمنا ان المباراه دي كان من اكتر الحاجات اللي فادت الفريق تحت ضغط، لدرجه ان فايلر نفسه ما قدرش يتحمل الضغط النفسي. فكويس قوي ان لعيبتك تتحمل ده، وكويس جدا ان احنا نشوف ان انت بقى عندك الثقافه دي. غياب جمهور الوداد اكيد اثر عشان نكون منطقيين، بس كمان لا، الاهلي بره في البطوله دي مختلف عن قبل كده يا اسامه بكتير. هو بمناسبه انت فكرتنا بمباراه الهلال السوداني، وطبعا دي كانت مباراه فيها شحن جماهيري غير طبيعي، وكان يمكن حتى بدايته من هنا. وكان بعض الناس بتتهم بعض لاعبي النادي الاهلي ان هم بيفتقدوا للشخصيه برغم ان هم عدوا من اختبار قوي جدا، كانت مباراه صعود.
مباراة أنت كنت متقدم فيها بهدف وكنت تقدر كمان تفوز اتنين لولا عدم توفيق اللي كان مصاحب كهربا. لكن في نقطة مهمة جدا يا جماعة وما ينفعش ننساها، الكابتن محمود الخطيب وصورته اللي نشرتها قناة النادي الأهلي وهو ساند على السور وعينه على التدريب، دي ما كانتش أول صورة في البطولة دي، كانت في صورة برضه في زرقاء اليمامة أو في الهلال السوداني وهو قاعد بيشوف التدريب من بعيد وبيصر إن هو يكون رئيس بعثة في المواقف الصعبة، شبح صن داونز الخماسية وبتيجي هنا بتكسب وسط جماهيرك 2-0 وبرضه النتيجة ممكن تحصل مشاكل كتير في جنوب أفريقيا، يصر إن هو يكون رئيس البعثة. يعني الكابتن محمود الخطيب شايل أعباء كتيرة جدا ومع ذلك بيخوض رهان مهم جدا في المواقف الصعبة، سواء في السودان سواء في ماتش صن داونز وكمان في مباراة المغرب. مش كده وبس، أنا حابب أشكر جدا لاعبي النادي الأهلي اللي هم مقدرين كويس قوي لما يكون رئيس بعثتك هو رئيس النادي ويكون الكابتن محمود الخطيب أسطورة الملاعب المصرية، فأنت لازم تلعب بمنتهى الجدية عشان حتى تبين للراجل ده لا احنا مقدرين ان حضرتك رئيس البعثة، احنا ننزل نبذل كل مجهود، اه بنلعب باسم النادي الاهلي وللنادي الاهلي، ولكن ده برضو اضافة ان احنا نوري لحضرتك ان احنا قادرين على الثقة اللي انت منحتنا اياها بتوليك رئاسة البعثة. دي كانت نقطة مهمة يا فارس حابين نوع عنها، لان البعض بيغفل ادوار كتيرة جدا بتحصل لا. خلف الفوز. بص انا يعني اللقطة دي اثارتني، ومن الحاجات اللي انا اول ما شفتها انا حتى كتبت عندها تفاعل الناس واحساسهم بمشاركة مع كابتن محمود الخطيب وفكرة ان هم حاسين ان لا هو متحمل كتير جدا الفترة اللي فاتت، كابتن محمود الخطيب صامد في تركيز وفي روح رغبة في البطولة دي وفيها إصرار، وشخصية بقى كابتن محمود الخطيب الهدوء اللي بيمنح اللعيبة الثقة بدون أي توتر وبدون ما تحس ان انت بيضغط عليك، ودايما بعادة رؤساء النادي الأهلي يا أسامة في حتة ان انا دوري داعم كابتن محمود الخطيب، هتلاقي تيجي طول الوقت لا بيحاول يتصدر المشهد، ودي مهمة جدا، أكتر واحد بيكون دايما بينسب الفضل للاعبين والجهاز الفني طول الوقت على كده، دي إرث للنادي الأهلي بيحافظ عليه كابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله أنا نفسي بإذن الله البطولة دي عشان دي تحديدا هتبقى تعويض ليه عن حاجات كتير جدا لم نكن نتصور إن القامة والقيمة كابتن محمود الخطيب ممكن في يوم حد ما يكونش عارف حجمه ولا اللي اداه للكرة المصرية نفسها. الله يا فارس، احنا طبعا طبعا اي نتيجة بتبقى بصاحبها التوفيق، لكن انت عليك زي ما بنقول دايما هنا ان انت بتضع او بتهيئ الظروف المناسبة للفوز او لتحقيق اللقب، ده اللي كان بيحصل بالظبط في المباريات اللي فاتت، واعتقد ده على ارض الواقع بقى لما نتكلم فيه لا في فنيات كتيره، وموسيماني باين بعض البصمات على الفريق حتى لو المسافه او المده الزمنيه لتوليه قياده الفريق مش كبيره، لكن كان واضح جدا، وكان واضح كمان ان طبعا دي احصائيات المباراه، انت بتسجل هدفين عندك محاولات وانت بتلعب في المغرب، اه مفيش جماهير، ولكن في النهايه انت عندك 11 محاوله مقابل 8 محاولات فقط للوداد، انت منهم 3 اون تارجت، الوداد 2 فقط اون تارجت. نسبه احتماليه تسجيل الاهداف ودي الاكسبكتد جول انت 2.62% مقابل 1.63، وده معناه ان انت كنت اقرب للتسجيل وكنت انت الاخطر على مرمى الوداد. الاستحواذ 52% ل 48 مقابل وداد، والشوط الاول النادي الاهلي طالع بنسبه استحواذ تكاد تكون تاريخيه 60% والوداد كان 40%. طبعا التمريرات كان 417 مقابل 392 للوداد، بدقه تمرير النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي 80% مقابل 72% للوداد. ده مؤشر مهم جدا او قراءه لمباراه الاهلي والوداد اللي بتعكس تفوق النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وقدر موسيماني يخلق حاله من الفنيات داخل الملعب، واكبر البعض بيظن ان فريق الوداد فريق ضعيف وبيتجاهل فكره ازاي موسيماني لعب على نقاط الضعف في الفريق، وازاي محلل الاداء قدر يكشف له فريق الوداد اللي كان بيعاني من بعض النقاط، واللي طبعا مدرب الوداد عمل مشكله يا فارس في فكره ان انا عندي غايب قلب دفاع، فقمت منزل ارتكاز يلعب قلب دفاع وجبت ابراهيم النقاش اللي هو بقاله فتره طويله جدا وعمره 38 سنه حطه، فبقى عنده مشكلتين في الملعب
وموسيماني واضح جدا ان كان في تعليمات لمجدي قفشه تحديدا اضغط. فكره اضغط اضغط عليه وده اللي جاب منه الهدف الاول. غير كمان قبل مجدي قفشه فكره ان انت بتقرا الجيم مش بس اصل الارقام اهم حاجه مدلولها. انت بتيجي يا اسامه حد ذاكر كل تفصيله في الوداد. انا كان قبل المباراه اكتر حاجه مش عايز نعملها ان احنا نلعب بنفس الشيب بتاع الوداد اللي هو ما نلعبش بثلاثة في نص الملعب عشان تقدر تستغل المساحة خلف ثنائي الارتكاز. وده اللي حصل. الكارتي وحسوني ازاي لعبت وراهم، ازاي الحتة اللي بين الظاهرين وقلوب الدفاع استغلتها، فكرة الأجنحة بتساند ازاي. الناس طلعت بعد المباراة ما ادتش الكريدت لموسيماني. لعيب زي بديع أوك ولعيب زي إسماعيل حداد الناس بتتكلم ان لا مش في مستواهم، لا اللعيبه دي مميزه جدا. انت اللي خليتهم كده. لما تشوف معدل استخلاص الكرات على الطرفين سواء من الجناحين او الظاهرين ارقام تقريبا الاثنين مجتمعين الاجنحه والظهراء اكتر من 50 كره تم استخلاصها في المنطقه دي بس. عارف فارس كان في لقطات متكرره بتبين لك ان ده فكر مدير فني، ان الجناح لما كان دايما بينزل يسقط يستلم الكره كان معاه هاني او علي معلول هو ده مان بيلعب عليه مان. موسيماني. وكمان الضغط وفكره العزل يا فارس باكبر الوداد انه يلعب الكرات الطوليه. فعشان كده ياسر ابراهيم عمل رقم انا من وجهه نظري من افضل ارقام ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم عنده التحامات هوائيه 8 مرات نجح في الثمان التحامات هوائيه. ياسر ابراهيم في حاله مميزه بقى في حاجه ياسر ابراهيم في المباراه الافريقيه الصعبه بيظهر بشخصيه مختلفه تماما، خاصه الالتحامات الهوائيه. فارس لما 8 التحامات هوائيه ينجح بالفوز بالثمان التحامات الهوائيه هو ده اللي عمله موسيماني، اللي هو خلى الكره العاليه تتلعب ونلعب على السكند بول وقدرنا نستحوذ وناخد الكره بالزبط. ومنهم جه طبعا قفشه اللي كان بيتعرض لبعض الانتقادات ولكن رد بشكل محترم. قفشه احنا عندنا مشكله في حاجه، الناس مستنيه افضل انتاج من اللاعب، وانا فعلا متفق ان قفشه محتاج اكتر من كده، ولكن في المباراه دي انا في رايي دي بدايه قفشه الحقيقيه. الاماكن دي هي الاماكن اللي قفشه لمس فيها الكره في المباراه. لو بصينا على الخريطه اسامه تقريبا ما فيش مكان في الملعب قفشه ملمس في الكور. قفشه المباراه دي بدنيا وعلى مستوى المسانده عارف قفشه عمل ايه؟ لعب الدور الثنائي اللي انت كنت محتاج تلعب بثلاثه، هو قفشه اللي وصله بقى يلعب في وقت ينزل بيضم لثنائي الارتكاز فيبقى عندك الثلاثه وقت الهجوم بيرجع يساند. كمان فكره عنده محاولتين على المرمى مراوغتين ناجحين 88% دقة التمرير. والأهم بقى من كل ده ودي الحاجة اللي أنا بحبها جدا في أي لاعب بيصنع اللعب وهي فكرة استلامه للكرة. عمرك ما هتبقى بلاي ميكر ناجح وانت بتستخبى من الكرة، مستحيل. لا انت بتظهر وبتحاول تستلم. قفشة أكتر لاعب في المباراة استلم الكرة. لما تيجي تلاقي قفشة أكتر لاعب استلم الكرة دقة التمريرات 88% كل الاماكن دي لمس فيها الكره، هتعرف ان اهم لاعب في الاستحواذ تكتيكيا كان قفشه. والحضن اللي اداهوله موسيماني بعد ضربه الجزاء بدا يحسسني ان موسيماني يعي جيدا يقدر يطلع ايه من اللاعب ده بالزبط. فانا بالنسبه لي قفشه دي بدايتك الحقيقيه اللي ما ينفعش ترجع تاني للخلف كلاعب الجمهور مستني منه اكتر من كده. لا دي لازم البدايه ان انت تدي 100% من المردود اللي الاهلي ضمك عشان خاصه وان قفشه اختار التحديات اللي بجد يا فارس. صحيح. وفضل الاهلي رغم ان هو كان في المكان اللي البعض يذهب اليه من اجل دوافع ما يسمى التحديات ما يسمى الطموح وانت فاهم قصدي كويس، او ما يسمى الطموح. فكويس جدا ان قفشه لاعب منتمي ولاعب بحب الاهلي، فنتمنى ان ده ينعكس. بس معانا حاجات تانية. لا معانا غير قفشه كمان طبعا اجاييه عايزين نتكلم نقطه عنه، لان اجاييه من اللعيبه اللي بتظهر في المباريات الكبيره وده بيكون لاعب مهم جدا. شفنا اجاييه وعلي معلول بيكونوا ثنائي مهم جدا في كل المباريات المهمه سواء صن داونز او النجم الساحلي اللي كانت في القاهره او مباراه الامس حقيقي. وحط انفراد لحسين شحات من لمسه واحده كان ممكن يضاعف النتيجه. وطبعا مش هننسى نقطه التحول في المباراه وهو الكابتن محمد الشناوي اللي بيقدم افضل مواسمه على الاطلاق. طبعا نتمنى له كل التوفيق عشان باذنك يا رب يحمل الكاس دي كتتويج على مجهوده خلال الموسم. لكن البعض خرج بفكره ان الاهلي كسب الوداد 2-0 في المغرب فالامر انتهى.
طبعا ده من وجهة نظري فخ مش ممكن أو مش لازم لاعبي النادي الأهلي يقع فيه، وأعتقد إن هم مش هيقعوا فيه. من هؤلاء الكابتن خالد غندور، نسمع قال إيه ونرجع نعقب. وبكرة ممكن الزمالك ينهي يعني فكرة الوصول للمباراة النهائية زي ما الأهلي أنهى قولا واحدا خلاص الوصول للمباراة، تحصيل حاصل يوم مباراة الجمعة الجاية، تحصيل حاصل. هذا الفريق بهذه الإمكانيات البدنية ولسه كمان هيسافر لمصر. ما هو هيسافر لمصر والنادي الأهلي في المغرب هيجي مصر. طبعا يا جماعة الكلام ده مش في كرة القدم، وعندنا نموذج المفروض الكابتن خالد الغندور تحديدا يكون في ذهنه دايما، حتى لو هو كان لسه مبطل كوره في نادي الترسانه، وهي مباراه 2005 في البطوله العربيه دور ال 16، الزمالك بيحقق فوز على الرجاء المغربي 2-0 في المغرب، ومباراه العوده الرجاء المغربي بيحقق الفوز على الزمالك بثلاثيه نظيفه. طبعا الجون الثالث كان داخل في الدقيقه 91، وكان طبعا هدف شهير للكابتن ابراهيم سعيد، بيحاول يلحق طبعا الكره من على خط المرمى، فدخل بيها الكره المرمى وصعد الرجاء على حساب الزمالك، برغم ان الزمالك كان محقق على الرجاء النتيجه 2-0 في المغرب. هنا بنتكلم كمان عدم وجود جماهير سواء في المغرب او في القاهره بتعني ان نسب الفريقين متساويه تماما، فاحنا اكيد ان شاء الله مركزين في المباراه الجايه وما بنسمعش لكل الكلام ده، والنتيجة بإذن الله أو الصعود نحسمه يوم الجمعة إن شاء الله يا فارس. صح. أكيد جاموندي أكتر حاجة أتكلم فيها مع اللاعبين من غير ما تفكر إن إيه الدافع اللي يمنعك إن أنت تعمل نتيجة اللي الأهلي عمله. بالزبط. كل الظروف هي كل أغياب الجمهور، بتلعب في ملعب، فكرة الملعب دي اتلغت، وعشان كده كويس جدا إن موسيماني أدرك إن تسجيل الهدف هناك بهدفيه. فكويس جدا ان هو عمل حسابه ان لا، انا الهجوم في افضليه بدون جمهور هناك افضل من ان انا اهاجم هنا. بس عشان كمان دي ظاهره لازم نرصدها، وحسن انتفع على قناه النادي الاهلي قبل ما ندخل كان في تقرير بيكتر بقى ذكريات ليفربول والبارسا والريمونتادات التاريخيه. احيانا في ثقافات اخرى مختلفه في انديه تانية هيتعاملوا بشكل مختلف خالص، وان احنا حسمنا والنظره اللي فيها تعالي في كره القدم، انما هنا احنا مدركين جيدا ان احترام الخصم هو السبب الاول ان انت تقدر تفوز. بس لو احنا دي فلسفتنا كان في حد مش دي فلسفته اطلاقا وبيمتلك فلسفه تانية. نطلع نسمع كابتن رضا عبد العال شاف الموضوع ازاي. طبعا الشناوي صادت ضرب الجزاء كانت نقطه تحول، مع ان انا شايف فرقه الوداد فرقه كذابه ويا ريتها ما تيجي. يعني هما لو بيفكروا صح ما يجوش المباراه الثانيه. ليه مش عايزين نفنش المباراه؟ يعني الكوره فيها كل حاجه. لا مش يا كابتن رضا والنبي ما تنيمش الدنيا. يعني احنا بنفرح، بس المباراه الجايه مباراه مهمه والكوره فيها دروس كتير قوي، ده فيها رومنتادا كتيره حبيبي. ماشي الكلام ده مثلا لما تلاقي مثلا في 3 4 لعيبه يخوفوك، حتى لو خسروا 3 انت تبقى حاطط ايدك على قلبك. لما انت مفيش لعيب لفت نظر. ده مش كلام فني، يعني في رايي ده مش تحليل فني. مفيش في العالم اي حد يتكلم فنيا في فكره ان انت افضل الوداد ما يجيش مصر، ما ينفعش. والكلام ده اكتر كلام مضر للنادي الاهلي، ولكن اللي عايزين نقف عنده لان جمهور الوداد والجمهور في المغرب بيتابع كل حاجه في قناه الاهلي وفي القنوات المصريه. في نقط ما ينفعش نتكلم فيها يا كابتن رضا، حضرتك ليك طريقتك اللي عارفينها، بس مش كل حاجه ينفع فيها ده، ومش كل حاجه بتبقى لذيذه، ومش كل حاجه بتبقى مقبوله، خصوصا ان الجمهور في المغرب مستاء جدا جدا وشايف دي اساءه. وخرجت المنتديات المغربيه ومقالات زي المقال اللي اتكلم عن كابتن رضا، يعني مش هنستعرضه كله. الصحفي الناقد الرياضي منعم بالمقدم اللي اتكلم وشاف ان ده استهزاء لا يليق ابدا بالوداد، وفكره التشبيه لطنطا هو بالعكس ما انتقص من طنطا، وشاف ان بالعكس كابتن رضا هو اللي بينتقص ان هو يحط الفريق وكان احنا بنلعب طنطا. التشبيه اصلا غير مقبول لمدرب نادي طنطا. فكابتن رضا ارجوك حذاري من بعض الكلام او التصريحات اللي ممكن تسيء ليك
وكمان تسيء للكرة المصرية ومن يتحدث في فنياتها، لأن إحنا بنقول للوداد اللي إحنا شفنا منه حسن استقبال يا أسامة، وشفنا من جمهور الوداد روح قبل المباراة وبعد المباراة منتهى الاحترام لقيمة النادي الأهلي والثمان نجوم إفريقية اللي بيحملها النادي الأهلي. فعشان كده بنقول لكابتن رضا بالراحة كابتن رضا، وبنعتذر للجمهور بتاع الوداد، وبنأكد أن إن شاء الله المباريات في الملعب ولكن تبقى الروح الرياضية ونحافظ على علاقة جمهور الوداد بجمهور النادي الأهلي. وبنقول أن لا، هيجي الوداد وأكيد عنده حظوظ والنادي الأهلي يدرك ده جيدا، ونتمنى أكيد التوفيق للنادي الأهلي الفريق اللي احنا أكيد إن شاء الله نفسنا نشوفه في النهائي. لا عايز أضيفه فارس، أن التصريحات زي دي ممكن اصلا تشعل حماس لاعبي الوداد، فانت لو بتطلق تصريح زي ده فالتصريح ده مش هيخدم النادي الاهلي يا كابتن رضا، لان في النهايه حاجات زي دي بترفع الروح المعنويه عند لاعبي الوداد فييجوا يلعبوا بغل اكتر. طب ليه؟ طب ما يعني ده احنا عندنا موسيماني ملك الحروب النفسيه دي. فطبعا باكد على كلام فارس كل التقدير لفريق الوداد، وطبعا بناكد على رسالتنا اننا لسه لم نحسم الصعود، والصعود ان شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم. مش بس كده، البعض كمان قلل من فريق الوداد لحساب فريق الرجاء، وبرضه عشان خاطر فكرة ان النادي الاهلي فاز او انتصر 2-0. نطلع نشوف التصريح ده ونرجع نعقب. عايز ارد على جوزاني، الاهلي هو الافضل على الاطلاق لما هو قال. طبعا من وجهة نظر انا مش مختلف فيها ان الفريق الاهلي كان فريق كويس جدا وحاجة مشرفة لمصر، ويكسب 2-0 في الدار البيضاء دي حاجة محترمة جدا، كلنا يعني مبسوطين بيها. لكن الاهلي ما كانش عنده منافس زي منافس الزمالك، الوداد ما كانش موجود في الملعب مع احترامي الشديد، فما اقدرش اقيس مستوى الاهلي واقول ان هو كان الافضل على الاطلاق، وخبراء الكره في المغرب بيقولوا ان هو الافضل على الاطلاق، وهو اصلا امام منافس كلنا شفناه ما كانش موجود. هو اللي بدليل ان الاهلي هو اللي منافس بس بدليل ان الاهلي طول المباراه طول ال 90 دقيقه هو المتفوق، ما كانش فيه منافس وعلى ارضه، فبالتالي ما اقدرش اقيس قوه الاهلي في هذه المباراه. انا وجهه نظري يعني. لكن الزمالك على الجانب الاخر، الزمالك كان الشوط الاول فريق الرجاء غير موجود، نفس اللي ينطبق على الوداد ينطبق على الرجاء في الشوط الاول، لكن الرجاء رجع تاني في الشوط الثاني ادانا اماره انه لا فريق كبير وان فريق كويس وعنده كوره وعنده هجمات وبدا يبادل الزمالك، فبالتالي المنافس بتاع الزمالك مختلف تماما عن منافس الاهلي. وجهه نظر صحتر. هل الاهلي يحاسب اللي هو هو واضح ان الاستاذ عمرو الدرديري مش واخد الفكره اصلا بمتابعات خالص، لان هو لو متابع كان يبقى عارف ان دقيقتين فقط لا غير حسموا الدوري المغربي لصالح الرجاء بعد ما كان الوداد خلاص حاطط ايده على الدرع الدوري المغربي، وده ما ينفعش نقلل منه. الأهم من كل ده فريق الوداد عنده خبرات أفريقية أو لاعبين عندهم خبرات أفريقية ربما لا تتواجد في فريق الرجاء. فريق الوداد حصل على بطولة 2017 وكان في مشكلة في بطولة 2018 وقصة الترجي واتحكم الموضوع لصالح الترجي، ففريق أصلا خبراته الأفريقية موجودة، لعيب زي إسماعيل الحداد، لعيب زي إبراهيم النقاش، كل اللعيبة دي تذوقت طعم الفوز ببطولة أفريقيا. فأعتقد ما كانش حاسم الأمور أو ما كانش متابع الدوري المغربي ولا عارف مدى قوة فريق الوداد اللي كان في دقيقة واحدة كان ممكن يكون بطل الدوري لولا إحراز فريق الرجاء لهدف في الدقيقة 90. وده طبعا برضو أخفلت نقطة قوة النادي الأهلي، ما هو مش شرط إن أنا فريق الوداد ما أظهرش بشكله القوي يبقى ده معناه إن هو فريق ضعيف، لا، وارد جدا يكون معناه ان الفريق اللي قدامه فريق قوي قدر يلعب على مفاتيح اللعب عنده كويس، قدر يحجمه داخل المباراه. مش كده بس يا اسامه، عمرو الدرديري عنده منهج واضح جدا، طول مباريات الدوري مع فايلر راجع تصريحاته كان دايما بيتكلم ان الدوري مش مقياس، النادي الاهلي في افريقيا غير الدوري. لما جيت في اختبار زي سان داونز فريق من افضل الفرق في افريقيا كانت على مستوى السرعه وكل المقاومات الهجوميه قدرت تعدي، لما جيت بتلعب الوداد لا ما انت لما عديت اتقال لك ايه؟ قال لك اتفاق موسيماني. ده هنا بقى دلوقتي كلام مختلف تماما، بيقول لك اصل مش الوداد انا ما اقدرش اقيس عليه مستوى النادي الاهلي. لو لعبت ريال مدريد في النهائي هيقول لك انا ما اقدرش اقيس، اصل ريال مدريد في الفتره دي عنده مشاكل من زيدان تدريبيه وبتاع. استاذ عمرو الدرديري عنده توجه واضح، وبنشوفه في منبر اخر اعلامي بيكون رايه ايه. انا استغرابي وده حق اصيل كابتن سيف زاهر يستضيف من يستضيف، ولكن انا بشوف حد
دايما بيتعامل مع النادي الاهلي بالشكل ده، ودايما تصريحاته سلبيه عن النادي الاهلي. فكره ان انا اجيبه او اساله اسئله فيما يخص النادي الاهلي، حقك يا كابتن سيف، بس اعتقد ان كمان لازم تبقى عارف ان الاجابه مسبقا هتكون بالشكل اللي كل مره بنسمعه ده من نفس الضيف اللي فعلا عنده مشكله حقيقيه مع النادي الاهلي. طب ما انا وارد اصلا انا عايز اسمع ده منه، ما انا جايبه عشان اسمع ده منه. دي وجهه نظر ثانيه وللاسف مش عايز افترض. خلينا نروح للاجواء اللي حصلت الاسبوع اللي فات. طبعا كانت مباراتين، فطبعا احنا عندنا دايما فقره فار روم بنستعرض فيها الاخطاء التحكيميه، ودايما هنا الفكره مش بنجيب راي خبير تحكيمي عشان يقول الكره دي صح او غلط ولا كده، لا احنا هنا بنطرح الموضوع بزاويه مختلفه تماما، بعين تانية خالص، برؤيه مختلفه تماما. اعتقد يا فارس كان في اخطاء تحكيميه في نصف النهائي الافريقي عن مباراتين. احنا الفار روم بتاعنا محدش يقدر يعترض فيه، يعترضوا في الفار روم التاني، انما احنا ما عندناش حد بيعترض، لان احنا بنوثق كل كلام احنا بنقوله. نشوف اول حدث يخص النادي الاهلي وهو ركله الجزاء اللي اتحسبت على الشناوي، نطلع ونشوف الاراء كانت فيها ايه ونرجع نعقب. هو حسب ركله الجزاء كان بعد كده من وجهه نظره ان في احتكاك مهاجم الفريق المغربي مع الشناوي. اما حكم الفيديو باملك، طبعا حكم الاثيوبي، طبعا وحكم ممتاز كلنا عارفينه نداه، طالما ان حكم الفيديو كابتن ابراهيم زي ما حضرتك عارف بيناديك يبقى خلاص عنده ايه، في راي مختلف. ثانيه واحده، يعني الكره دي ايه؟ انا يعني مفيهاش ركله جزاء، مفيهاش ايه؟ ركله جزاء، مفيهاش ركله جزاء. لما حسب على النادي الاهلي حكم الفيديو نداله، قال له انت حسبت عليه، قال له حسبت على اعاقه حارس المرمى، اعاق المهاجم، قال له لا. يعني انت رايك ضربه جزاء ولا لا؟ اللعبه بتاعت النادي الاهلي ما فيهاش ركله جزاء خالص، ما فيهاش ركله جزاء. اللعبه الجدليه الاكثر جدلا في ضربه الجزاء، ركله الجزاء التي احتسبت لي قرار مخالف للحكم. انا لو احسب خطا على المهاجم حاله مرتده. ايوه بس الحكم بتاع الفار قال له تعالى دي مش ضربه جزاء. اذا هو حكم الفار ليه رؤيه اخرى بدليل استدعاء. انا كنت منتظر ان هو ياخد قرار ثاني الا اذا كان بقى القانون اتغير في 15 سنه اللي اعتزلت فيها الاخيره دي. احنا كلنا بنتفرج على المباراه وضامنين ان سيكازوي هيحسب حاجه على النادي الاهلي، ما عندناش شك في ده. اللعبه عارف يا اسامه، فكره انا مستني، يعني بالضبط. مستني اللقطه ومستني اي احتماليه فيها، الفار رجعه وانا مصمم على قراري. ولكن يعني سبحان الله ضربه الجزاء بتضيع. انا في رايي عارف لو كان ضربه الجزاء دي ما جاتش وضاعت والنتيجه 1-0، لعيبه الوداد معنويا ما كانوش هينزلوا بالشكل ده. بعد ضياع ضربه الجزاء على ملعب الوداد في اللحظه دي، انا كنت شايف ان لعيبه الوداد مقتنعين تماما ان اليوم ده مش يومهم، وفرقت معانا بقفاز الشناوي اللي بجد ربنا يحميك يا ابني، فعلا كل كلمه دعم ليك هي قليله، بس ان شاء الله لحد ما ترفع البطوله يكون التتويج باذن الله تكمل على خير. ودايما احنا هنا بنتكلم بكل الرؤى، فكان في حكم اخر او خبير تحكيمي اخر له تعقيب او له راي في دور نصف النهائي سواء الاهلي والوداد او الزمالك والرجاء، نسمع ونرجع. وانا بيسعدني ان انا اكون معايا ديرموت جالجر، واحد من اهم الحكام في تاريخ البريمير ليج. يعني طبعا انا سالته على الكره الاول بتاعت احمد عيد، الكره اللي كان عليها جدال كبير جدا اللي احنا شايفينها قدامنا، وانا والله ما اعرفش هو كان هيقول ايه يعني، بس الراجل بيقول ان هي بينالتي على احمد عيد لصالح الرجاء. انا والله ما اتكلمتش معاه قبل الهوا، ما اعرفش هو كان هيقول ايه. بيقول ان الكره اللي على الاهلي بتاعت الشناوي ضربه جزاء 100% لان حصل احتكاك موجود. عشان احنا هنا بندي كل ذي حق حقه، احنا هنا قبل كده جبنا الكابتن ميدو على جهاز كشف الصد، لكن لما يجيب او يجتهد ويجيب حكم او خبير تحكيمي بالشكل ده، هو طبعا بيقول والله انا ما كلمته لان انا الرساله طبعا واصله لجماهير نادي الزمالك، انا ما اعرفش ان هو هيجي يورطنا في ركله جزاء او حاجه زي كده. لكن في النهايه في خبير تحكيمي قال ان ركله جزاء النادي الاهلي، هو قال اي ثينك، يعني هو بيعتقد ان هي ركله جزاء. اما عند ركله جزاء الرجاء قال يعني 100% ركله جزاء. وهنا نقطه ثانيه خالص من فكره الفار، فكره الموضوعيه، الموضوعيه اللي كمان بتتنقل طبعا في اعلام قوي جدا منافس بيقدر يصدر المظلوميه التحكيميه لكل الدول العربيه، لكن اعتقد اللي بيحصل في نصف النهائي اعتقد الموضوع هنوضحه صوت وصوره، عشان فكره الموضوعيه دي مهمه جدا يا فارس، لان زي ما ميدو كان جايب حكم موضوعي
ونقول برضو انه ميدو كان موضوعي في انه ما اتكلمش معاه او حاول ياثر عليه، بالتالي برضو كان في اشخاص اخرين اعتقد افتقدوا الموضوعيه. هنروح لاشخاص اخرين، بس اتحدى حد بيكون في قناه منتميه لنادي بيتعامل ان هو بيجيب راي حكم بيقول ان ركله الجزاء مش ركله جزاء، مع ان في ثلاث حكام اكدوا ان هي ركله جزاء، ان هي مش ركله جزاء. فدي سياستنا عشان فعلا نكون مقتنعين بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ليكم، لان احنا عارفين جمهور النادي الاهلي زي ما قلت دايما قادر على الفرز. ونروح لكابتن جمال عبد الحميد اللي كان له راي وتفسير اخر فيما يخص مباراه نادي الزمالك، نسمع قال ايه. يعني انا عايز اقول حاجه بس، هو اول حكم حكم دولي وحكم جميل جدا وحكم على مستوى عالي قوي، ولكن في عنده فار وعنده كمان مجموعه كبيره قاعدين على تقنيه الفيديو فوق على الفار بيقولوا له دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. اذا المجموعه اللي قاعده فوق بيعيدوا الكوره 3 4 5 6 7 مرات عشان يقولوا دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، فهو بيوقف اللعب لغايه ما بيسمع. انما اصلا الحكم كهو صاحب القرار الاخير هو ما حسبش من الاول، دليل ان هو كان قريب من كل لعبه، فهم فوق قالوا له مش ضربه، ما فيش ضربات جزاء، فالحكم ما قصرش، الحكم حكم بالملي كل حاجه صح، وسمع كمان كلام الناس اللي قاعدين على تقنيه الفيديو. الفكرة الجزم والشكل القاطع اللي بيتكلم بيه كابتن جمال عبد الحميد، احنا هنا في النهاية ده رأيه، وفي النهاية نادي الزمالك فاز وقدر يحقق نتيجة إيجابية، بس احنا عايزين نقول تبعات النوعية دي من الآراء ايه، خصوصا يا أسامة ان هي طالت النادي الأهلي بشكل او بآخر، وفي حالة غريبة جدا بدأت تتحدث وكأن الفرق المصرية بيتم مجاملتها، مع ان احنا عندنا ركلة جزاء اتحسبت علينا ثلاث حكام بيقولوا ان هي ما فيهاش حاجه. هو ده هي دي الفقره، ده هو ده التناول اللي احنا بنتناوله هنا. لكن الحقيقه الكابتن جمال عبد الحميد يعني برضو بيأكد على فكره الكابتن هيثم فاروق اللي في مباراه حسنيه اغادير شاف الكره تخطت المرمى فقال بما اني زملكاوي فالكره ما عدتش. ده طبعا حصل مع بعض الكلام في عن التحكيم قبل مباراه الاهلي والوداد، وتحديدا عشان تعيين سيكازوي، فخلى فهد المولدي الخبير التونسي يتكلم عن فكرة افتقاد الموضوعية. وهنا هي دي الرسالة اللي احنا من هنا بنتناول الفقرة دي، نسمع طبعا فهد المولدي ونرجع نعقب. نزمنا نتحلوا بالموضوعية، معناها سمحني الفريق الـ بالأمس الأهلي فاز 2-0 وتحدثنا على الحكم وكأنه ظلم الأهلي، اليوم قلنا الحكم لا باهي موضوعي، ولكن كيجينا نحلوا نقاو على الأقل فما ضرب جزاء للفريق المغربي، على الأقل ضربة جزاء، ما عادش موضوعي، ما عادش الحديث موضوعي، وأنا لا نتحدث عن الحكم. وبالتالي وحكمنا على الحكم بتاع مقابلة البارح لا على المقابلة، وإنما على بطاقة السوابق نتاعو على أساس ولا عنده تاريخ وعنده كذا، ولكن في المقابلة لم يؤثر بصورة مباشرة. ده رأي طبعا الكابتن فتحي المولدي، وهو عنده بعض الحق لأن البعض في الاستوديو ما تناولش فكرة الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي والرجاء، لكن هو هنا بيحاول يعني عدم موضوعية إن أنت تتكلم قبل مباراة أو قبل تعيين سيكازوي، لا إحنا لازم نتكلم قبل تعيين سيكازوي، لما حكم يكون بيساعد الترجي أو بيخطأ خطأ في مباراة الترجي وأول أغسطس تصعد الترجي للنهائي وياخد إيقاف 4 أو 5 شهور ومش عايزني أتخوف، لا أنا موضوعي جدا في إن أنا أتخوف، اللي مش موضوعي هو اللي معاك حق فيه، إن أنا لما يحصل أخطاء تحكيمية لصالح فريق مصري، طبعا نادي الزمالك نادي شقيق طبعا معانا، لكن ان ما نتكلمش في الموضوع ده يكون فيه عدم موضوعيه، خاصه ان الامانه يعني كان طارق دياب موجود في مباراه اول اغسطس والترجي، ولما اتسال عن الهدف قال الهدف هدف صحيح لاول اغسطس، وكان ما نصعدش الترجي ما يستحقش الصعود للنهائي. وهي دي الموضوعيه اللي بما انه هو محلل تونسي وبيتكلم فيها، وفعلا التوانسه بيقولوا الكلام ده، فهو عنده حق في فكره الجانب ما يخص غير النادي الاهلي. يا اسامه ده انا هكمل على كلام انت قلته الحلقه اللي فاتت لما اتكلمت في شطاره الزملكاويه في الاستوديوهات التحليليه. انا متابع الاستوديو من اوله. لما جينا نتكلم في التحكيم كابتن هيثم فاروق خد سكه واضحه ان الحكم كويس، يوسف شيبو بدا يتكلم لا الحكم عنده 1-2-3، دخل معاه في جدال عنيف جدا الى ان وصل لنتيجه عظيمه جدا، خلى يوسف شيبو يقول الحكم كان وحش وساق في المباراه على الفريقين.
مع ان البدايه كانت مختلفه تماما. البدايه يوسف شيبو اصلا قال لك ده تحكيم الثمانينات في افريقيا. صحيح قال قبل ظهور الكاميرات انت متخيل واحد واخد سكه ازاي. بعد كده قال لا كانت قرارات وحشه على الفريقين. هو بيعمل حاجه وبيعمل مجهود لفريقه والناس بتقيم هل الكلام موضوعي ولا لا، لان اللي بيكون موجود في الاستوديو التحليلي مش بيقول حاجه تابعه للانتماء بقدر ما هو بيقول صوره. اسمه استوديو تحليلي يعني بتحلل موقف، ولكن مزيد من الاراء اللي طالت النادي الاهلي نتيجه وقعه هو ملوش علاقه فيها في مباراه الزمالك والرجاء مهم جدا نرد فيها. نطلع ونشوف الفيديو للصحفي محمد ابو السهل ونرجع نعلق. الهزيمه اللي تعرضت لها الرجاء هي هزيمه مدبره، الحكم بطل، الحكم ذبح الرجاء في هذه المقابله، لان السيطره كانت ديال الاشقاء في مصر واشقاء في تونس، والناس اللي كانوا تيحكموا في الكاف كانوا تيحكموا كيديروا اللي بغاو، ناس ديال الفساد وهما يعترفون. فاروق جعفر المصري اللاعب الدولي والاطار الوطني قال لك راه كنا كنجيو كنجلسوا مع الحكم كان كيقول لنا واش بغيتي نخرج لكم العاب ولا نعطيكم بيلانتي. تعميم غير مقبول اطلاقا، يعني الرجل تحدث في حق نادي الزمالك وفي حق النادي الاهلي وفي حق الكره المصريه بشكل عام. طبعا فيما يخص نادي الزمالك له اعلامه يرد كما يشاء، ده امر لا يعنينا اطلاقا، ولكن النادي الاهلي اللي خد بطولاته كل بطوله بتعب ومجهود وبانجاز هو خاص بالنادي الاهلي وخاص بفعلا سمات النادي الاهلي في البطولات اللي حققها، وظلم تحكيمي ضيع مننا عدد من البطولات. لما نستعرضها فعلا هنكون بالرد رد عملي، فلن نقبل هذا التعميم. وهو زي ما اتكلمنا فيما يخص الوداد، فيما يخص بقى نادينا ده مرفوض اطلاقا. بطولات النادي الاهلي جابها بمجهوده وجابها فعلا بعرق لاعبيه. يا اسامه بص، هو بعض الحاجات اللي بنقع فيها احنا بندفع ثمنها بصفتنا كلنا انديه مصريه، فيبدا زي ما انت بتقول تعميم. طبعا احنا دورنا كنادي اهلي لا نوضح، النادي الاهلي بيجامل تحكيميا وبتقول سيطره مصريه تونسيه. طبعا مع تحفظنا على تصريح الكابتن فاروق جعفر هو مسؤول عنه مسؤوليه مطلقه، وده اللي احنا قلنا هيكون له تبعات مش كويسه للكره المصريه، لكن انك تقول ان النادي الاهلي بيتجامل من ضمن الانديه المصريه لا، ده احنا افتقدنا بطولات افريقيه باخطاء تحكيميه فجه في حكام فيها اتشطبوا. نشوف الاخطاء التحكيميه اللي حرمت النادي الاهلي من التتويج ببطولات افريقيه امام فرقه تونسيه. هذا هو، بارك الله فيك. هذا الهدف نيونغ انت بنانا اوفسايد في موقع تسلل واضح ورجع من تسلل سجل الهدف. كابتن طارق نفس رايك؟ هدف صحيح. اعتقد هناك كان مسك والحكم اقر في ذلك، لكن انا اعتقد بان المخالفه حصلت داخل منطقه الجزاء. خليل الشمام يمسك بذراع جده، نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط، وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطقه الجزاء، وانا اعتقد كان يمكن ان يعطي ركله جزاء. دي بس اخطاء تحكيميه امام الترجي، هدف بنانا من كره ثابته، يعني اسهل حاجه تحسبها تسلل للكرات الثابته، ومع ذلك هدف. كمان كره في 2018 في بدايه دوري المجموعات مروان محسن هدف ورا صحيح، وبالمناسبه الكابتن طارق دياب هو اللي كان بيقول الهدف صحيح، ده برضه عشان فكره الموضوعيه التونسيه. اما الماتش اللي فيه ضرب الجزاء لجده ده ماتش كارثي، ده اللي فيه ايد انرامو لما نشوف الصوره. طب مش محتاج تعليق ان دي خطا ولا مش خطا، وبالمناسبه الحكم لامبتي بعد كده تم شطبه مدى الحياه لان تم يعني ثبوت ادله الرشوه عليه. فلما نقول حكم مرتشي فاحنا بنقول بحكم القانون اللي حصل، وان هو من الفيفا تم شطبه كره انرامو ضرب الجزاء في جده غير الطرد. غير كان كمان يا فارس لنا ركلتين جزاء في الدور الاول، اخطاء تحكيميه كارثيه. ادي صوره انرامو مش محتاجه اي تعقيب، وكانت في الدقيقه الاولى خرجت النادي الاهلي كله عن شعوره، لدرجه ان بركات اللي هو الهادي اتعصب وانفعل وانطرد في المباراه. واحده من ابشع اللقطات التحكيميه في رايي في تاريخ كره القدم كله، يعني اللقطه اللي قدامنا دي. بس عايز اقول لك حاجه، هي مش غريبه، وان كانت في رايي يعني مش غريبه، ان الحكمين اللي يتوقفوا بتهمه الفساد واحد منهم يكون في مباراه خاصه بالترجي والنادي الاهلي، واحد والتاني هو بطرس متابيلا في 1994 في السوبر الافريقي امام الزمالك. يعني ما تستغربش من الموضوع لا ده؟ لا مش مستغرب، لان طبيعي احنا كان في اخطاء تحكيميه بس احنا اللي بنجامل تحكيميا. اما احنا عشان كده بنرد على الاستاذ محمد ابو السهل. هنيجي بقى في بطوله 2007 النادي الاهلي بيخسر البطوله، عمرنا ما هننسى
الفضيحة بتاعة العرجون في 2007 النجم الساحلي وتتويج كان فيه لقطات واضحة لو عرضنا الصورة وشفناها. أدينا زي ما احنا شايفين ركلة جزاء واضحة جدا لم تحتسب ركلتين كابتن عماد متعب ولقطة جزاء تانية أحمد شديد بس هو متنكر في عماد متعب واللقطة التانية ركلة جزاء واضحة أبو تريكة غير كمان الخطأ اللي كان بتاع بركات غير قبل كده لا خطأ بركات ده ما ينفعش نعديه كده ده من ركلة جزاء ليك اللي كمان إنذار تاني البركات يحرمه من إنه يلعب مباراة العودة أنت كنت واخد 2005 وخدت بطولة 2006 في تونس فكفاية كده كان بس هو ده كانت واضحة وصريحة إن النادي الأهلي مش هيتوج بالبطولة دي بس مش دي بس كان مين الحكم يا فارس؟ كان الحكم المغربي العرجون الأستاذ محمد أبو السهل اللي بيقول سيطرة مصرية تونسية حكم مغربي هو اللي أهدى البطولة لفريق تونسي بأخطاء تحكيمية واضحة هل كمان ما كانش قدام الوداد أخطاء تحكيمية أطاحت بالنادي الأهلي من البطولة؟ لا كان فيه في 2011 طبعا في مباراة الوداد اللي انتهت 3-3 هدف واضح جدا من تسلل مش محتاج فيه أي كلام وده كان سبب في أننا نخرج من دوري المجموعات ده أمام الوداد ممكن نعرض الصورة برضو عشان تكون واضحة لحضراتكم آدي أعتقد الصورة واضحة جدا مش محتاج أنت شايف الحمل الرأي فارس أنت متخيل التمركز ومتخيل القرار يعني ما فيش أي مبرر غير أن ده قرار مسبق أن الكرة دي مش هتتحسب بس الوداد ما كانتش دي آخر لقطة معاه ده, معانا مش ده الوداد رايح جاي زي الإسماعيلية رايح جاي كده فهنروح لصورة الوداد في 2016 برضو فكرة التسللات يعني ايه المنطق في دي الكرة سابقة اصلا يعني إيه مؤمن زكريا لقطة غريبة جدا في كانت في دوري المجموعات واحنا خرجنا من دور ال 16 برضو اخطاء تحكيمية متواصلة معنا يا اسامة ما كانتش هي اخر لقطة لا احنا في كانو بيلرز يعني فريق في دور 16 2009 متعادل هناك 0-0 وجيت هنا ده بقى يعني ده غير طبيعي ده يعني حاجة كده صعبة جدا بيفكرنا يعني بيفكرنا بأهداف كتير اتحسبت هنا في الدوري المصري مش عايزين مش عايزين نذكرها يعني لكن الوداد يا فارس في 2017 النهاية. وطبعا خطأ تحكيمي فادح وفي المباراة الكبيرة دي الخطأ بيبقى مؤثر الكل شافه غير كابتن جمال الشريف في الواقعة الشهيرة دي بس يا أسامة الفكرة احنا امتى استعرضنا ده لما بقى في تصريح من ناقد مغربي بيقول وفيما يخص انك ما ينفعش كنادي اهلي تسكت على حقك في تصريح زي ده ابدا مستحيل تعدي خصوصا ان الاخوه في المغرب ممكن ياخدوا الصوره الذهنيه عند اللقطه دي ولكن احنا جينا ردينا هل يا اسامه بكم البطولات اللي عرضناه دي لو احنا جمهور يهوى المؤامره كما يفعل البعض ما كناش عشنا في مظلوميه ان احنا بالشكل ده تخيل كل ده اتظلمت فيه لا النادي الاهلي بيكمل ما بيقفش عند حاجه فقط بنيجي نسترشد بيها ونرد لان ده حق النادي الاهلي مش عشان احنا بنعيش في مؤامره هديك مثال بسيط ازمه انرامو الشهيره دي كانت في 2009 في 2012 خدنا البطوله من الترجي في تونس عندنا ازمه 2017 والحكم اللي يا رب ما يجي لنا خالص بملاك سيميا الاثيوبي اللي كان حكم مباراه الاهلي والوداد في 2017 احنا رحنا المغرب في الدور نصف النهائي كسبنا 2-0 وان شاء الله ربنا يكملها على خير ونحسم الصعود وهو ده الفريق اللي ما بيقفش عند اخطاء تحكيميه بنحذر ولكن النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي لازم يركزوا ان مستواهم الفني لو هم وصلوا لمستواهم الفني المعروف يقدروا يحيدوا اي حكم مهما كانت نواياه دي طبعا كانت في الفار النهارده هنطلع فاصل تقدر تمسك الموبايل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا وطبعا ريمونتادا ورجعنا لكم وفقرة ريمونتادا وضيفنا الأول النهاردة في ريمونتادا إبراهيم فايق جبنا اللقطة دي عشان بجد اللي عايز يفرز واللي عايز يعرف يعني إيه إعلاميا تيجي في وقت تستغل غضب الجمهور نتيجة مباراة وتبروز منه لقطة ويعني إيه إعلاميا أحيانا النادي الأهلي بيتم التعامل معاه بشكل غير موضوعي إحنا هنديكم مثال ركزوا في الفقرة وركزوا في تسلسل الفيديوهات عشان نعرف هل أحيانا بيكون النقد بناء ولا النقد بيكون هدفه حاجة تانية خالص نطلع ونشوف أول فيديو لإبراهيم فايق وهو بيتحدث بعد مباراة الوداد عن شخصية النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي نشوف الفيديو
النادي الاهلي القصه منتهيه. اليوم حلو والماتش كان حلو والاهلي كان حلو، حلو قوي، حلو لانه ده الاهلي. الاهلي بقى ها اللي بالك فيه، الاهلي اللي انت تتغنى بتفاصيله، الاهلي اللي هو بره زي جوه، لا وبره اشرس كمان من جوه. الاهلي النهارده اللي حضر بشخصيته وبادائه الفني وبلياقته البدنيه، اداء فني محترم ومرموق، واضيف لده كمان لياقه بدنيه للعيبه كانت مركزه وفايقه وواثقه من نفسها. موسيماني هتقول لي بدري، هقول لك ايوه، بس بيثبت الراجل انه عنده القدره على ضبط امور فنيه كتير جدا. الراجل بيعرف يقرا ماتشات كويس جدا. الاهلي اتعامل مع المباراه بشخصيته، الاهلي اتعامل مع المباراه بالفعل وليس برد الفعل، ودي تفرق كتير قوي. من الدقائق الاولى بتضغط وتضغط صح، ويضغط قفشه ويكمل بالكوره ويسجل الهدف الاولاني مع الدقيقه 3 ولا الدقيقه 4، لا ده الاهلي جاي، لا ده الاهلي موجود، لا ده الاهلي بيقول انه مش جاي المباراه ديت وهو خايف، ولا هو مقدم رجله ومأخر رجل. الاهلي عمل اللي عليه ورجالته عملوا اللي عليهم. ده الاهلي هو كده، لازم لما يلعب بره يكسب. ده الاهلي اللي ما يخسرش كره بسهوله. ده الاهلي اللي لما يضغط ويتهاجم يدافع زي الاسود. حلو، كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. كلام اديت النادي الاهلي حقه في وقت الاهلي واقف على رجليه كويس قوي. النادي الاهلي واقف على رجليه كويس قوي، وما تقدرش تتكلم غير في اللقطه دي. بس كان في لقطه تانية هي اللي هتفهمنا احنا ليه بنتكلم في اللقطه التانية. هو البعض ممكن يقول لك طب ما الراجل بيتكلم كويس عن النادي الاهلي، انت ليه بقى جاي تتكلم؟ لان الحقيقه القصه كلها مش بالشكل ده. في اخطاء في تناول اعلامي لمواقف النادي الاهلي بتتحسب بالمباراه. انا هنا مباراه فايز فيها، الصوت الشاذ هو اللي يطلع يقول ان النادي الاهلي ما لعبش مباراه امام الوداد في المغرب بشكل مش كويس، لكن الجميع هيتفق ان الاهلي لعب مباراه جيده، الاهلي لعب بشخصيه البطل، الاهلي ضغط من اول 3 دقائق، لكن كان في مباراه تانية الاهلي برضو لعب بشخصيه البطل، الاهلي نزل ضغط من اول 3 دقائق وكره في القائم وكره بيصدها ابو جبل، لكن كان التعقيب على النتيجه مش على الاداء ولا على شخصيه البطل، كان له راي مختلف تماما. نطلع نسمعه. لو انت مش شايف انه في مشكله ليها علاقه بالاداره في النادي الاهلي، انا اسف انا بقول لك في مشكله. المشكله بقى اعمق شويه من فكره الكوره. فين شخصيه النادي الاهلي؟ فين اللعيبه بتاعت النادي الاهلي؟ فين الانتقاء؟ في ناس لا تصلح ان هي تلعب في النادي الاهلي، متسابه ليه؟ في ناس موجوده وما بتعملش حاجه في النادي الاهلي، بتعمل ايه؟ في قرارات مش صح اتخذت كتير، القرارات الصح، القرارات الغلط اللي اتخذت كتير وما كانتش صح وما كانتش على قدر النادي الاهلي ما بيتمش تصحيحها وتصويبها ليه؟ لا يا جماعه، في مشكله ليها علاقه بالتعاقدات. مين يقول الاهلي عنده مشاكل؟ شخصيه النادي الاهلي ما بقتش موجوده، الفرقه بقت فاضيه. واللي شايف اي حاجه تانية غير كده يقول لي، لو الفرقه مش فاضيه يقول لي الفرقه، لا الفرقه مليانه ومكسره الدنيا واللعيبه جامده وواقفين على رجليهم ها. لا يا جماعه، خبرات النادي الاهلي ما بقتش موجوده. نركز كده عشان الفيديو ده له تفسير واحد لانه يكون سليم، ان الفيديو ده مثلا من 3 سنين كان فيه اداره مختلفه، كان فيه لعيبه مختلفه، كان فيه كل حاجه مختلفه، لكن ان يكون الفيديو ده من شهور بسيطه، من شهرين تقريبا، من تحديدا مباراه الاهلي والزمالك، المباراه الوحيده اللي النادي الاهلي اتهزم فيها في مسابقه الدوري اللي النادي الاهلي بيحقق فيها الارقام القياسيه، يطلع النقد بالشكل ده. مفيش اداره، مفيش شخصيه لاعبين، في اخطاء اداريه خاطئه، في لاعبين ما يستحقوش يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. اللي مش شايف غير كده يبقى عنده مشكله. نفس الفرقه بنفس الاداره، اتغير المدير الفني، لكن حتى مع المدير الفني ده كان في راي اخر لابراهيم فايق لما النادي الاهلي انتصر. عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، موجه تطلع اطلع، تنزل ده انا هنزل قوي. اسامه، هي فعلا هنزل قوي، وانا عجبني التعبير ده، هنزل قوي، لان الفكره واضحه. ده اعلامي قاعد، وده احنا بنكشفه للجمهور. اوعى وانت قاعد كمتلقي يضحك عليك في لحظه، لا، هو دلوقتي لقيت الطبطبه لان الناس كلها فرحانه زي ما اسامه قال. انما في لحظه انت متصدر فيها الدوري بفارق كبير جدا من النقاط عن نادي الزمالك، خسرت، المشكله في الاداره، الفرقه فاضيه، انت مش شايف فيه مشكله، هز الفريق، هز النادي الاهلي. تخيل النادي الاهلي كان بيتاثر بده وجمهوره ما وقفش، جمهوره اللي اتقال عليه لجان الكترونيه عشان رد. جمهور الاهلي مش لجان الكترونيه، جمهور النادي الاهلي عنده شخصيه بتقدر تميز امتى
فعلا بيكون النقد صادق وامتى الكلام بيكون عايز ينال من النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا اسامه، انت بتتكلم هنا ان النادي الاهلي اللي مش شايف ان شخصيته راحت يبقى مش شايف، اللي شايف ان الفرقه فاضيه مش شايف. المباراه دي كان قبلها مباراه سان داونز بفتره، تعالوا نشوف هل في الفتره دي لحقت تفضل فرقه وشخصيتها تضيع ولا لا. نشوف ابراهيم فايق قال ايه بعد الفوز على سان داونز. الاهلي دائما وابدا يؤكد على شخصيته في المواقف الصعبه، وكان الاهلي يدلل كل مره بان المواجهات الافريقيه دائما ما يحسمها نسر الاهلي. الاهلي اليوم استطاع ان يتاهل الى الدور المقبل في دوري ابطال افريقيا بعد تعادل ايجابي بهدف لهدف امام صن داونز. النهارده فكر الراجل كان فيه قرايه هايله، ثلاثه في نص الملعب يقفل بيهم كويس، يبقى عنده استحواذ في نص الملعب. ليه بنتكلم انه الاهلي النهارده لعب بشخصيته؟ هي شخصيه الاهلي اللي بتجيب اهداف. اعتقد كل حاجه واضحه، شفنا من الزاويه المختلفه تماما امتى شخصيه النادي الاهلي راحت وامتى رجعت، وامتى الموضوع راح لاكبر من مباراه كان سهل جدا يتقال النادي الاهلي فارق بنقاط، خسر، حاول، كان افضل ولكن ما وفقش، انما الموضوع راح لهد في النادي الاهلي واضح جدا يا اسامه. هو كان واضح جدا وكنا حابين نوضحه، وحابين نوضح ان تشكيل تقريبا صن داونز هو تقريبا التشكيل اللي لعب مباراه الزمالك اللي تم الانتقاد فيها باستثناء محمود متولي ربنا يرجعه من الاصابه، وبرده رينيه فايلر في مباراه الزمالك لعب بالثلاثه وبرده ضغط، ولكن النتيجه هي اللي خلت الراي ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت تاخد بالك كويس قوي ان بعض الناس مستنيه ليك اي نتيجه سلبيه عشان تكشف عن وجهها الحقيقي، مفيش اي موضوعيه، مفيش اي مهنيه، الكره دي نتائج متغيره جدا، لكن انت كل بتعمله احتمالات النجاح، عندنا فريق كويس، وقعنا في ازمه مع رينيه فايلر، جبنا مدير فني كويس، مكملين بشكل كويس، لكن خد بالك الناس دي في اي نتيجه سلبيه لا قدر الله هتلاقيهم رجعوا تاني للاداره واللعيبه الفاضيه، واللي مش شايف مشاكل يبقى مش شايف اي حاجه، ولو اتكلمت تبقى لجان الكترونيه زي ضيف فقرتنا برضو في رومونتادا الكابتن مجدي عبد الغني اللي مع اي انتقاد ليه بيتجه لفكره لجان الكترونيه. الحقيقه كنا هنتكلم في فتره من الفترات عن الكابتن مجدي عبد الغني، ولكن بعد قرار ايقافه من قناه تن قلنا خلاص الراجل ارتجل، واحنا من عادتنا هنا كفرسان اننا ما نقدرش نتكلم عن حد مش هيقدر يكون ليه صوت، لكن هو حاليا احد الضيوف على احد القنوات الفضائيه مش ليه صوت بيجلد بالظبط، وبيتكلم بشكل قوي جدا عن فكره النادي الاهلي وان هو لم يسيء لاشخاص او لم يسيء لكيان بيسيء لاشخاص، وهو مش قادر يفهم حتى المفهوم اللي واصل عند جماهير النادي الاهلي ان اشخاص بتمثل الكيان الاعتداء عليها هو اعتداء على الكيان. لكن كمان ان الكابتن مجدي يقول انا ما غلطتش وعندنا فيديو واضح جدا غلط فيه، لا يبقى هنا لازم نقف ولازم نستعرض كلام الكابتن مجدي عبد الغني وهو بنفسه يبقى يحكم على نفسه. طبعا الكابتن مجدي عبد الغني لاعب كبير وتاريخ كبير ومحدش بيقلل من تاريخك، لكن عطائك للنادي لما بيتوقف اسمح لي رصيدك عند الجمهور بينفذ. نطلع نشوف الكابتن مجدي عبد الغني وهو بيسيء لرموز النادي الاهلي ونرجع نعقب. ده بقى مكانك واخد بالك؟ واللي انت عايزه كله يتعمل والقلالات الاصل ما عملوش احنا نعمله عيب عيب. احنا بص يا حسام، انت دلوقتي موجود في مكانك وموجود في المكان اللي انت هتؤمر بيه بعد ما تخلص كوره احنا ناهلك تبقى مدرب عالمي بعد عمر طويل. اسمع بعد ما تخلص ناهلك تبقى مدرب عالمي، نبعتك تاخد دراسات في اي حته في العالم زي ما انت عايز. فانت بس حط في بطنك بطيئه لان انت اديت لمصر واديت لكره القدم واديت للنادي الاهلي اللي هو له فضل علينا كلنا. انا مش هقدر اعيد الكلام اللي قاله الكابتن مجدي عبد الغني لان انا شايف ان ده تجاوز واضح جدا، تجاوز انا نفسي ما اقدرش اكرره مره تانية، لكن الكابتن مجدي عبد الغني لما يجهله لا نحاول فكرناه بيه ووريناه ازاي تجاوز في رموز للنادي الاهلي تمثل كيان النادي الاهلي. فارس بص يا اسامه، زي ما قلنا كل الاشخاص بتخطئ، حتى الاداره اكيد ما فيش اداره بتعمل كل حاجه مثاليه، ولكن هو انت بجد غرضك ان انت فعلا تصلح حاجه؟ غرضك انك تنصح
ولا هل في غرض تاني خالص؟ وده اللي واضح، احنا مش هنسيء واحنا مش هنتجاوز ومش هنتعامل معاك باسلوبك يا كابتن مجدي، لان احنا مش كده ومش هنعرف نعمل ده. ولكن اللي انت بتعمله واللي انت بتعمله في حق فعلا النادي الاهلي والله العظيم ما ليه علاقه بانتماء للنادي الاهلي ولا خوف على النادي الاهلي، ده ليه علاقه بحد بيصفي حسابات شخصيه، وليه حد مستحيل يا كابتن تكون بتحب النادي الاهلي وبتعمل كده. ليه؟ ببساطه انت بتتكلم في الراجل هنعمل معاك اللي الناس تجاوزت في حقهم ما عملوهوش. طب تعالى نشوف لما اداره النادي الاهلي قعدت وقالت لحسام عاشور هتخرج من الباب الكبير نتيجه ان في راي فني واحنا اداره محترفه، هيتعمل لك مهرجان اعتزال، هيتجاب لك فريق عالمي تلعب معاه، هتكمل، عايز اعلام هتعمل، عايز تكمل في الجهاز الفني هتكمل، عايز تتاهل وتشتغل في الاداره التسويقيه هتشتغل، كل ده النادي الاهلي قاله، اللي انت بتقول ان هم ما عملهوش. طب تعالى نشوف انت نفسك، هو كابتن مجدي عبد الغني نفسه كان رايه في اللي النادي الاهلي ده هيعمله ايه، ونرجع مش نعقب، نرجع نكشف النوايا. نشوف الفيديو. يا رب وقت الظروف، الظروف كان في لو في ظروف معينه ما يعملش مباراه اعتزال مثلا لحسام عاشور مثلا اللي وعده بحاجه، ما يتعملش ولا حسام عاشور ممكن ما يتعملوش ماتش، وانا ليه احط نفسي انا اديله ليه ماتش اعتزال طالما اديته ملايين وهو بيلعب معايا؟ اعمل له ليه ماتش اعتزال انا يعني انا ابقى على رقبتي سيف ليه اعمل له ماتش اعتزال؟ مش فاهم انا. ما انا النهارده ده بقت الكوره عرض وطلب، انت واخد بالك؟ اللعيب ده لعب عندي وخد قيمه ما لعب عندي، خد القيمه، اعمل له انا ماتش، اعمل له ماتش، اعمل له ده موضوع بقى تاني بقى، في حد بيحبه زياده، حد عايز يعمل له حاجه، جه مجلس اداره عايز يكرمه مثلا كرمز، موضوع تاني خالص، ما يبقاش سيف على رقبتي واقعد اكتبه. ما انت خلاص يا حسام عاشور خدت مقابل اللي انت لعبت بيه، ليه هتعملوا له حاجه؟ ليه هتدوا له حاجه زياده؟ هو ده كان تفكير كابتن مجدي اللي قال له احنا هنعمل لك اللي غيرنا ما عملوش. يا كابتن مجدي اقعد اتفرج على ده، ولو في واحد في مصر يقول ان احنا بنهاجمك بلا داعي ومش بنهاجم ارائك اللي كلها هدفها الهدم، والله العظيم يا كابتن مجدي انت اللي بتضيع تاريخك مش اي حد، انت اكتر عدو لنفسك باللي بتعمله ده. والكابتن مجدي اعتقد الصوره واضحه للمشاهدين، واعتقد احنا ما بنخرجش عن النص، واعتقد يا كابتن مجدي لو انت شايف بالفعل ان جماهير النادي الاهلي اللي بتنتقدك هي جماهير او لجان الكترونيه، انت بتتكلم عن انك دخلت انتخابات النادي الاهلي، وحتى دي قلت كمان انا حصلت على 3000 صوت وتقريبا هم اللي بيحضروا. يا كابتن مجدي الانتخابات اللي حضرتك دخلت فيها انت كنت الثالث، وال 3000 صوت انت 2886 تقريبا صوت من اصل حوالي 18000 صوت، فهل كمان الجمعيه العموميه عباره عن لجان الكترونيه؟ يا كابتن مجدي اعتقد الرساله واضحه جدا للمشاهد، واعتقد نقفل باب الكابتن مجدي، لكن رساله مهمه جدا للبعض. البعض اللي تحدث عن وصول اتوبيس النادي الاهلي باساءة، النادي الاهلي ارقى بكتير وعندنا منافسة مهمة جدا في افريقيا، لكن احنا مش ناسيين وهنرد في الوقت المناسب، لان ما ينفعش يتم التجاوز في حق النادي الاهلي حتى لو انت بتجامل اللي انت مختلف معاه. نشوفكم في حلقة جديدة من الاهلي خط احمر، سلام.